أمي، أنت مسافر جوزك على إيطاليا؟ يعني أمي إذا ما صار في تأجيل الأحد الجاي. أيوة، وبده يضل كتير هنيك؟ مش شغلة 15 يوم. لك أمي شلون بتأمني تبعتيه لحاله؟ إيه والله هالأيام الرجال صار بيخاف عليهم أكتر من النسوان. قولتك، بس شو بدي أعمل يعني؟ لك أمي فهميني بقى، بدي ضل علمك، لازم تضلي تنقي على راسه ليل نهار لحتى ياخدك معه، هيك إلك يعني؟ ماما صدقيني إذا بنقفق راسه سنة بحاله ما رح يمشي الحال. وليش لحتى ما يمشي الحال؟ لأنه راضي رايح دورة تدريبية على حساب الشركة، مو رايح سياحة وشم هوا، يعني كيف بده ياخدني معه؟ طيب وهي الدورة ما بياخد عليها قرشين نضاف؟ بلا، بده يطلع له منها حوالي شي 100,000 ليرة. عظيم كتير، خليه يحط هال100,000 تكاليف سفرتك وياخدك معه، شو بصير يعني؟ تخرب الدنيا؟ لا أيوه، هاي 100,000 ليرة بدنا نوفي فيها ديوننا، مو بدنا نعمل فيها سياحة. بتضلي غشيمة وعلى نياتك طول عمرك. في وحدة عاقلة بتقبل إنه جوزها يتركها 15 يوم ويقعد لحاله وين؟ بإيطاليا. ماما بالنسبة لراضي أنا مأمنت له كتير وبثق فيه، بعدين مثل ما بتعرفي راضي قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر. وفي شغلة تانية لازم تعرفيها، راضي مستحيل يحب وحدة تانية غيري حتى لو كانت ملكة جمال إيطاليا. إيه حاجتك بقى حاجة، إيه والله لو بصح لنا لفاية من السنغال ما بيوفرها. اسمعوا على الحكي، أنا مأمنة بالرجال مثل المية بالغربال. ناهدة شو حبيبي؟ وينك؟ ليكني هون. شوفي 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 شو صار بالمصان، مثل ما ماسح فرد شكل. يبعث لي حمى ان شاء الله، حلت عليهم بلوزتي. ما الله يصلحك يا ناهدة، ليش حطيتي بلوزتك مع قمصاني بالغسالة فرد وجبة؟ شوفي شوفي لك، شوفي مرت عمي شايفة؟ تقبرني شايفة شو صار فيها؟ ما توقعت تحل وحياة الله. ولك حبيبتي قماش وطني هاد، شو ما توقعت تحل وطني؟ طيب خلص حبيبي بسيطة، سامحني هالمرة أنا آسفة. ماشي الحال مو مشكلة، بس كنت ناوي آخذ معي هالقمصان على إيطاليا، شو بدي أعمل هلا؟ وليش كنت ناوي تأخذ كل هالقمصان على إيطاليا؟ إيه كلهم 6 قمصان، استكترتيهن علي مرت عمي. إيه حاجتك بقى، قميصين 3 بيكفيك، شو رايح تعمل عرض أزياء؟ ما بيقدوا مرت عمي، صدقيني ما بيقدوا، لأنه أنا هنيك ما رح أفضى أغسل وأكوي و يعني بتعرفي، أصلاً مو واردة هالشغلة، ومشان هيك حسبت حسابي بكم قميص زيادة. صحيح، الحق معك، أكيد ما رح تفضى تغسل وتكوي. معقولة واحد رايح على إيطاليا يقضي وقته بالغسيل والكوي؟ والعمل هلا، شو بدي ألبس هنيك؟ خلص حبيبي خلص، شبنا محلولة من وصلتك لهنيك، اشتري لك كم قميص وصلى الله وبارك. خطر ببالي هيك شيء، مو إنه ما خطر، بس هنيك يا ناهدة القمصان غالية، وأنا مالي ناوي أتبع تربية السفرة، بدي ضب إيدي شوي حتى وفر ووفي دوناتي. أصبح خلص، اشتري من هون قميصين 3 ودبر راسك فيهم، ليش كل اللعي اللي بلا طعمة؟ ماشي الحال، وهالقمصان هدول شو بدنا نعمل فيهم؟ لك الحشم من ايدك بقى، انا بعطيهم للناطور ابو حسان. طيب وهي لحشناهم؟ هلا اقعد واشرب قهوه، شو بك حايس ولايس؟ مالي حايس ولايس، روحي اقعدي هنيك. تفضل سهل. لا حول ولا قوه الا بالله. لك شو هاد؟ شو هاد مرت عمي؟ تبعت لي حمى تسلق بدني على العمله. مو بدنك اللي سلق، بدني اللي سلق، لانه مثل النار القهوه. ان شاء الله لا تاخذني صهري، انا اسفه كثير، ان شاء الله لا تاخذني. امنتك يا الله على هالنهار. لك هي البيجامه يلي كنت بدي اخذها معي لايطاليا، هي بالذات. تقبرني معلش، قوم انقع بالمي قبل ما تذبح القهوه، قوم. لا حول ولا قوه الا بالله، وجاءنا عزيز كتابكم في احلك الاوقات. بعت لي حلم ان شاء الله. والله يا ناهدة قلبت قدت كم شي على العملة اللي عملتها مع جوزك، ولي على قامتي إن شاء الله، شو بده يبربر علي هلا؟ يلا أمي مو مشكلة، بسيطة بسيطة، شو صار يعني؟ قلتك بيكون زعل مني ما هيك؟ لا أمي لا أبداً، ما بيزعل، بعدين راضي قلبه أبيض كتير مثل النفجة. إذا كان هيك منيح، طمنتيني، حاكم الرجال ما بيصدق إمتى يمسك ممسك على الحماية. ناهدة أنا رايح، بدك شي عيني؟ لا حبيب قلبي سلامتك، مهونة يا رب. الله يسلمك خاطري، مع السلامة. مشان الله، ماشي، تعالي والله كسر راسك، لا تأخذني جارنا مشان الله.
صباح الخير استاذ راضي. اوف اوف اوف، ضو السياره مكسور، مين كسره؟ دخيل عينك لا تاخذني، انا اسف كثير وخجلان منك. انت اللي كسرته؟ غصبا عني، كنت عم دور بسيارتي وعلى ما يبدو ما كبرت كوعي كثير، قمت نكشت لك بضو نكشه صغيره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استاذ راضي انا بكرر اسفي مره ثانيه. بسيطه جار بسيطه، ولا يهمك، حصل خير. يعني سامحتني؟ يا سيدي سامحتك، شو بدي ساوي لك أنا؟ علق مشنقتك؟ سامحتك سامحتك بقلبي الكبير. الشغلة مو محرزين حكى فيها. يا عيني عليك شو إنسان شهم، وقلبك أبيض مثل دمعة المطر. خاطرك شاك. الله معك حبيبي، الله معك، مهون إن شاء الله. يا لطيف شو انسلق بدني لما سفقت جوزك على ظهره بالمقشة. عم قلك حسيت الأرض انشقت وبلعت. شو يعني ما كنتي شايفتي؟ ما كنت شايفة حدا قدامي، لأنه هالمغضوب ابني كان عاميلي على قلبي عمي من برادته وفعايله الناقصة. ولا يهمك حبيبتي، بسيطة، حصل خير. بدك الصراحة، أنا لما شفت المقشة طجت بظهر جوزك الأستاذ راضي قلت لحالي رح يهجم علي وياكلني بلا ملح، لأنه مو قليل منه واحد طالع من بيته بأمان الله من على بكرة الصبح يتصبح بمقشة عم تطجله ظهره طج. معك حق، مو قليلة أبداً. بس ريته ما يبلع على هالأكابرية. الله وكيلك بيحط راسه بالأرض مثل الغنمة ولا حكى كلمة واحدة برات الطريق. تعرفي شو قال لي؟ قال لي معلش جارتنا حصل خير، ولا كأنه مسفوق على ظهره بالمقشة. صحيح، لأنه راضي بالعادة مسالم كتير ونادرا ما يعصي. يعني قلتك بيكون الأستاذ راضي زعل مني شي؟ لا ليش لحتى يكون زعل، لا ما زعل. بتعرفي راضي كتير قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر. الله يخلي لك يا، بالفعل قلبه أبيض والحمد لله وألف الحمد لله إنه أجت المقشة على ظهر جوزك ما أجت على رأس حدا تاني من الجيران. والله كان عمل لي فضايح إلها أول ما إلها آخر. شفتي شفتي قديش حظك حلو، شربي قهوتك شربي. يخلي لك يا إلهي. أنا سرهاف، ناوليني مخطط الأساسات الرئيسي تبع بناء الشركسية لو سمحتي. ليش مو عندك على الطاولة؟ لا مو عندي، مو امبارح طلبتين مني لحتى تشوفي التعديلات؟ ايه صحيح، تركت لك يا هون. تفضل استاذ. تسلم لي يا عزيزي. عمى شو هال؟ رهاف؟ معقول؟ خير استاذ في شي؟ شو خير؟ مو شايفة هالبعة يلي بنص المخطط؟ ايه مبلا شايفتها. منين اجت هالبعة؟ انا اسف كتير استاذ، مبارح لما كنت فارد المخطط على الطاولة مدلق عليه فنجان القهوة. مدلق الفنجان على المخطط؟ يعني ما حليلك تشربي قهوة الا فوق المخطط يا رهاف. لا تأخذني استاذ، فعلا انا اسف كتير. ماشي الحال، مو مشكلة، ما رح اعملها قصة، بس بهالصورة رح اضطر ارسمه من اول وجديد. يلا استاذ تتسلى في على مهلك. بتسلى في على مهلي؟ ولك تسلمي لقلبي يا حق، شو انك فايقة ورايقة يا رهاف؟ قال بتسلى في قال. هو الحق معك ها، لانه انا فاضي اشغال وناقصني شوية تسلاي. على كل حال ايمي من وشي هلا، لانه ما رح اقدر اشتغل فيه الا بعد رجعتي من ايطاليا. صحيح استاذ، انت بدك تسافر على ايطاليا؟ هو المفروض الاحد الجاي، بس والله ما بعرف ليش ما حجزوا لي لحد هلا. وليش هيك مبردين قلبهم؟ المفروض يحجزوا لك قبل بوقت لحتى ما تروح عليك الدورة. اي والله يا رهاف معك حق، لازم يسرعوا الإجراءات أكثر من هيك. طيب ليش ما بتفوت لعند المدير وبتتابع الأمور بنفسك؟ فعلا مو أنت اللي قلتي، ليش ما بتفوت لعند المدير؟ إذا حدا سأل عني أنا عند المدير. حاضر أستاذ. ومين قال لك إنه نحن مقصرين؟ الحجز خلص مشي حاله، وثبتنا لك يا يوم الاحد الساعه 5 على الطياره السوريه. عظيم كثير استاذ، بس صدقني ما حدا بلغني. شلون ما حدا بلغك؟ مدير الشؤون الاداريه والقانونيه ما خبرك؟ خبرني بشو استاذ؟ الحقيقه يا استاذ راضي صار في مستجدات بموضوع البعثه. ما فهمت عليك، مستجدات شو؟ يعني بصراحه نحن بدنا نعتذر منك. عفوا؟ تعتذروا عن شو؟ عن البعثه. والله ما فهمت. يمكن انصطم فهمي. شلون يعني تعتذروا؟ ولا يهمك استاذ راضي راح افهمك. نحن بالمؤسسه يا استاذ راضي في عنا اعتبارات خاصه وبتعرف هالشيء، وفي عنا مقتضيات عامه تعتمد الاولويات، ولحتى نقدر
نوازن بين هالاعتبارات الخاصة والمقتضيات العامة بطريقة ما تخل باستراتيجية وسياسة الشركة، نضطر أحياناً لاتخاذ بعض الإجراءات والتدابير الفورية. أستاذ بترجاك عطيني من الآخر، لأنه بصراحة أنا بضوج كتير من المقدمات الإنشائية. أوكي أوكي مهندس لطفي، راح أعطيك من الآخر. يا سيدي بصراحة نحن عفيناك من هالبعثة ورشحنا بدالك الأستاذ مصعب. عفيتوني من البعثة؟ شلون هيك؟ هيك هذا اللي صار. إيه بس أنا جهزت حالي وحكيت قدام الناس إني مسافر على إيطاليا وبنيت آمال كبيرة على هالبعثة، وبصراحة أكتر صرت شوفها بمنامي يا أستاذ. بعدين الأستاذ مصعب يعني مع احترامي الشديد له، إيه ماله مهندس ولا بطيخ بسمر ولا ما يحزنون، يعني الأستاذ مصعب خريج مكتبات ودورة إيطاليا يا أستاذ، دورة فنية هندسية بحتة. معلش أستاذ معلش، نحن بنعرف هالمعلومات هي، ما في داعي تعيدها وتفتحها قدامنا. مثل ما قلت لك نحن عنا اعتباراتنا الخاصة. يعني ما في مجال تعيدوا النظر بهالقرار أستاذ كرمال خاطري. آسفين كتير يا راضي، ما في مجال منه، لأنه نحن عنا اعتبارات خاصة. كي أستاذ خلاص ما في مشكلة، يعطيكم العافية. الله معك. شو آسفين كتير ما آسفين كتير؟ وين بتنصرف هاي؟ ما بعرف، يمكن ببنك الاعتذار العالمي. يعني طارت البعثة؟ اي نعم يا ستي طارت وما حدا سمع عليها. ألو نعم. أهلين أهلين وسهلين. نعم شو هالحكي؟ طار المدير؟ أوف 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 على الخبرية. وإمتى طار؟ ايوه فهمت عليك. وينه هلا؟ بيت خالته؟ كمان؟ العمى معناها القصة كبيرة كتير. وينك؟ الله يرضى عليك، شو بيصير تطورات؟ بالتفصيل بتخبرني اياها وبسرعة. ايوه. ايه ولا يهمك، رح اضل جنب التليفون. ايه. الله معك مع السلامة. خير شو في؟ طار المدير وهدى بغرفة السجن بعدرا، والدنيا مقلوبة فوقاني تحتاني بالشركة وأنا مدريان كأني على البركة. ليش شو صاير؟ قال التفتيش كامش عملية اختلاس كبيرة عنا بالشركة، هيك قالوا. أوف، منو هذا المختلس بقى؟ قال مبدئياً توقف المدير ومعاونه وأربع موظفين كبار رهن التحقيق، ولسه الحبل على الجرار والقوائم تلي تباعاً. معناها الشغلة كبيرة كتير. إيه والله يا ناهدة، هيك يبدو. وأنت؟ شو بني أنا؟ حبيبي اوعى يكون في عليك شي. ها أنا؟ ليش شو دخلني أنا؟ عم قلك قضية اختلاس، بقى من أيمتى كنت أنا مد إيدي على مال الناس واختلس؟ أنا إذا مرقت قدامي بنت حلوة ما بختلس النظر. لك لا، بعرفك ما بتختلس، بس ليقوموا يلزقوك شي تهمة يروحوك فيها. ليش لحتى يلزقوني بقى؟ لأنه فاحت الريحة بشركتكم والصالح رح يروح بين رجلين الطالح. لا لا ما بظن، شو هالحكي؟ لا تقمطي لي قلبي، أنا بعيد تماماً عن كل هاللغوصات. يو، مين هو هادي اللي رح يجينا بهالوقت؟ مين يعني؟ أبو حسان الناطور، يمكن ما عجبوه القمصان. مرحبا. أهلا وسهلا. هون بيت المهندس راضي منتاج؟ إيه نعم، هذا هو بيته. حضرتك؟ إيه نعم حضرتي، أنا راضي منتاج. يا ريت تشرف معنا لو سمحت. لوين بده يشرف؟ لوين بده يشرف؟ استاذ راضي انت موقوف، فياريت تشرف معنا وبدون اي شوشرة بيكون افضل. موقوف؟ انا موقوف؟ شو عم تحكي انت؟ اكيد في غلط بالموضوع يا اخ، لانه بيت ملداش كتار الحق بايده. استاذ راضي قلنا لك بدون شوشرة لو سمحت. يا اخي انا مهندس بشركة البناء ومالي مشاكل ابدا، تعدمني يعني تعدموني إن شاء الله. أستاذ راضي أنت موقوف بقضية بتخص الشركة، فياريت تشرف معنا. هلأ ولا في معي وقت؟ لا ما معك وقت. الله يرضى عليك ناهدة، اتصلي لي بالمحامي خليه يلحقني. المحامي بده يلحقني. لوين؟ شو العنوان؟ تقبرني خلاص لا تاكلهم، روح أنت وأنا بتصل فيه، بعت لي حمى عليك إن شاء الله. طيب بقش من نروح؟ سيارتنا سيارة الدورية. ما
سيارتي مو اقدر لي والله اقدر لا لانه سيارتي شو هذا الله يجمع عليه اهلكن عليه رحتي زرتي اليوم امي؟ اي ماما رحت وشلون لقيتي؟ ان شاء الله اطمنتي عليه لا والله ما اطمنت عليه ليش امي؟ شو في خير؟ لانه راضي معنوياته تعبانه كثير ليكون يا ناهيدا مخبص له شي تخبيصه ونحن مالنا حاسين شبنا امي ما لقيتي غير راضي يخبص إيه لكن ليش لهلا حابسينه؟ هي بالحساب رح يصير له شهر ما هو هذا اللي رح يجننه صار له شهر موقف لحد هلا ما سألوه ولا سؤال فعلا شغله غريبه ما عرفتي ليش موقف لهلا قال منشان قضيه الاختلاس اللي صارت بالشركه يعني هو له يد فيها منين يا حسره لا له ايد ولا له رجل بعدين شبنا امي انت ما بتعرفي لراضي راضي بيمشي الحيط الحيط وبيقول يا ربي الستره لا تاخذيني يا امي يعني والله هالشغله بتخلي الواحد يروح فكره شمال ويمين طيب طالما ما له يد فيها ليش موقفينه لهلا قال لانه لسه ما اجى دوره بالتحقيق القضيه كبيره كثير وموقف فيها شي 15 موظف لا حول ولا قوه الا بالله منين اجتكم هالمصيبه ما بعرف والله خايفه يورطوه شي ورطه او يلزقوه شي تهمه ماله فيها لا انت الثانيه مو لهالدرجه يلي بيقصده امي انه راضي ماله ولد صغير وبيقدر ينفذ حاله من هالقصه ويطلع منها مثل شعره من العجين يا حسرتي عليك يا راضي ما بكفي انه طارت باسة ايطاليا كمان اللحش بالسجن انا ما عم بفهم ليش هيك عم تعكسوا الايام ادخل تفضل تفضل شكرا يا سيدي شرب مي برياك شوي الله يعزك يا سيدي يسلم ودياتك يا سيدي اهلين ايه سيد راضي من اولها مروا سيدي انا جاهز بدنا اياك تكون متعاون معنا بالتحقيق يعني ما تخفي ولا معلومه فهمان شو عم بقلك انت شاب مثقف وفهمان وبالنهايه بتعرف صالحك انا جاهز يا سيدي بس بصراحه لحد هلا ما عرفت شو تهمتي شو تهمتي انا سيدي شو هالحكي لهلا ما بتعرف شو تهمتك سم الموت يا سيدي الله لا يعرفني بحكمي إذا كنت بعرف والله ما بعرف راضي ملتاش راضي ملتاش راضي ملتاش هاي راضي ملتاش مكتوب جنب اسمك هون 3,168,450 ليرة عفوا شو هدول سيدنا شو هدول عم تغشم حالك يعني هذا المبلغ اللي مختلسه أنا مختلس 3 ملايين سيدي 3,168,450 ليرة والغريب بالموضوع انه ما في معلومات لا ضدك ولا معك بهالإدبار يعني إدبارتك فاضي عفوا يا سيدنا بس ممكن اعرف منين اجى هالرقم يعني بناء على شو عم تتهموني هالاتهام بدك الصراحة كمان انا مستغرب مثلك قلي لي شوف قدي صلك موقف عنا شهر وأربعة أيام يا سيدي بسيطة بسيطة ألو ألو احترامي سيدي طبعا شغالين فيها القضية سيدي وبالنسبة للمهندس راضي ملتاش اسمه مكتوب عندي وجنب اسمه في رقم المبلغ اللي مختلسه بس نتيجة التحقيق والتدقيق ما طلع بإدبارته ولا معلومة ممكن تكون سيدي يعني الإدبارة ناقصة معكم سيدي ايوه سيدي معقول سيدي ما في شيء ابدا كيف صار هيك طيب سيدي لا بس هو صار له موقوف عنا شهر واربع ايام طيب انا راح اتصرف بالموضوع مع السلامه احترامي سيدي مع السلامه فعلا شيء غريب شو هاد؟ في حرف ممحين جنب اسمك عفوا قديش رقم تليفونك؟ 368,450 سيدي هي بينت الخربطة نفس الرقم تمام عفوا سيدي ما فهمت عليكم استاذ راضي الرقم مكتوب جنب اسمك هو رقم تليفونك
ونحن فكرناه المبلغ اللي انت مختلسه. ايه وشو يعني؟ يعني الف مبروك، ما طلع عليك شيء ابدا، انت براء. براءة؟ والأربعة وثلاثين يوم يلي التحشت فيهم بالسجن يا سيدي؟ لحنا آسفين يا أستاذ، وانت مثل ما لك شايف هذا خطأ بسيط، دخيلك لا تواخذنا، وانت مثل ما بتعرف انه هيك قضية بيحصل فيها أخطاء كتير، وما حدا معصوم عن الخطأ إلا الأنبياء، وانت ما شاء الله حولك يعني شاب مثقف وأكيد رح تقدر الموضوع، بس فظاع على النفي، رقم تليفون خلانا نوقفك بلا طعمه. شايف على النهفة؟ شايف ما أحلاها؟ أستاذ بإمكانك هلأ تروح على بيتك، لحنا أطلقنا سراحك وأنا بكرر اعتذاري وأسفي الشديدين مرة تانية. لا بسيطة يا سيدي، حصل خير مو مشكلة، أنا طول عمري يا سيدي متسامح جدا وقلبي أبيض مثل نقطة المطر. على كل حال كسبنا معرفتك. أنا يلي تشرفت بمعرفتكم، فرصة سعيدة كتير يا سيدي. يا أهلين وسهلين، ابقى زورنا ها، لا تغلط. لا ما بغلط إن شاء الله، بزوركم إن شاء الله بزوركم. تفضل حبيبي. يسلم وديات إن شاء الله. صحتين وهنا. يبعت لي حمى لدعت لسانك، ما سخني عليها سخني. لا 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 مو لدعت لساني، بس ما بعرف طالع لي حبة صغيرة براس لساني تحرقني كتير كل ما بشرب شي سخن. من امتى طلعت لك الحبة؟ من وقت ما كنت موقوف من غير اليوم. لا يا راضي الله يصلحك، ليش ساكت لهلأ؟ ما تورجي لشي دكتور. معك حق فعلا، ما عاد ينسكت عنها أبدا، من بكرة لازم شوف دكتور. مد لسانك لشوف. ضبط سانك. من امتى طلعت لك الحبة؟ يعني بدك تقول من شي 20 يوم تقريبا. وليش ساكت عليها لهلأ؟ الحقيقة أنا لما كنت ببعثة بإيطاليا. ليش ما راجعت طبيبك هنيك؟ قلت أخصائيين أورام بإيطاليا؟ معا أورام؟ أستاذ راضي أنا رح استعمل معك الصراحة على الطريقة الأمريكية، والمصالحة بين المريض وطبيبه صارت واجبة هالأيام. ليش؟ خير في شي دكتور؟ انت معك ورم بلسانك. ورم بلساني؟ اي نعم، وفي احتمال 95% يكون هذا الورم خبيث. شو هالحكي؟ ورم خبيث؟ معلش استاذ راضي، انا من مدرسة الاطباء اللي ما بيحبوا يخفوا شيء عن مريضه، يعني المريض لازم يعرف حقيقة مرضه لحتى يعرف يتصرف على اساسه. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شو الحل دكتور؟ ما في علاج لهالحالة؟ أنا برأيي نستأصل هذا الورم الصغير قبل ما ينتشر ويصير كبير، يعني ويخرج عن نطاق السيطرة. شو بدنا نستأصل؟ شقفة من لسانك. بدك تقص لي لساني؟ مو كله، شقفة صغيرة بس. بس دكتور لسان هاد، لك لسان مو أي شيء تاني، مو مسخرة، يعني أي شقفة بتنقص منه بجوز تأثر على نطقي دكتور. هو بصراحة أنا ما بخفيك، النطق ممكن إنه يتأثر، ولكن تحت ضغط مصلحتك لابد من عمل جراحي، وإلا رح ينتشر المرض بكل حلاك. ساعتها أنت المسؤول عن هذا الشيء. إمتى بتحب حدد لك موعد العملية؟ والله يا دكتور ما بعرف حدد. لازم تعرف. أصبح حدد أنت دكتور، حدد. الثولي الثاني يا ناهدة، سفتي سو عملوا فيه، ما عاد طلع معي حس السين ولا بسكل من الأسكال. بكرة كل الناس بتسارع بتصير تتمسخر علي. طول بالك حبيبي، طول بالك، بعدين قول الحمد لله يلي هيك مو أكتر. لسو كان بده يصير أكتر من هيك؟ يعني يقصوا لي لساني كله؟ هات يلي كان ناقص والله. لك لا حبيبي مو هيك قصدي. خلاص حافة بقى يا حافة، عرفت شو قصدك. على كل حال أنا بدي روح شوف الدكتور هلأ. بدك تسي مني؟ اليوم رح تطلع نتيجة التحليل؟ ايه اليوم رح استلم النتيجة، وبعد منها بدي روح رافع الدكتور. رايح البس ثيابي، يلا سلام. تفضل استاذ راضي، هاي النتيجة. طمنيني الدكتورة ثوثان، شو طلعت النتيجة؟ الحقيقة أنا مستغربة شوي. وليش مستغربة دكتورة ثوثان؟
يعني أول شيء نتيجة التحليل سلبية تماماً. سلبية؟ شلون سلبية؟ تاني شيء هو الأهم، إنه ما في أي ورم بلسانك من أصله، لا سليم ولا خبيث. لا سليم ولا خبيث؟ شو كان معي لك؟ يلي كان معك أستاذ راضي نوع من الفطور، يعني كان ممكن يتعالج بالأدوية وما كان في داعي أبداً للعملية. شو هالحكي دكتورة سوسن؟ يعني كان ممكن طيب بدون ما يقصوا لي لساني؟ بدون ما يقصوا؟ على كل نتيجة التحليل بتأكد هالشي. فظاعة على هالغلطة، أنا أول مرة بحياتي بتعرض فيها لهيك موقف. الحقيقة أنا ما كنت متوقع هيك نتيجة أبداً. شو يعني؟ يعني كلام الدكتورة سوسن بوراي مزبوط، صار في معنى خطأ بالتشخيص. بقى دخيل عينك يا أستاذ راضي، لا تأخذني، أنا آسف كثير. آسف كثير؟ لك شو فائدة الأسف بعد ما نقص لساني؟ وين بينصرف هذا الأسف تبعك؟ يا أستاذ راضي مساح وشك بالرحمن، يعني الدكتور كمان إنسان وبيغلط، وأنا بجلالة قدري عم اعتذر منك وأطلب السماح. ولك حازي اعتذارات بقى حازي يا. شو يعني إذا كنت أنا متسامح وقلبي أبيض بتركبه على ظهري؟ لسه وين ما رحت؟ آسفين الزارة سفقتني بالمقسة، آسفين المهندسة سفحة القهوة على الرسم الهندسي تبعي، آسفين سحبوا مني البعثة، آسفين حبسوني بالسجن سهر زمان من دون ما يسألوني سؤال واحد، آسفين قصيتوا لي نص لساني، آسفين. وبعدين بقى يا وبعدين شو آخرة الأسف؟ شو آخرة الأسف؟ لا عم في قلبك العمى، لك انت حمالولا ولك شو ضربك على خربك ولا ها؟ آسف يا سيدي آسف، قلنا لك آسف يا سيدي. أنا آسف 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 كثير. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا على هامش المؤتمر السوري الأوروبي لجراحة الأعصاب. يسرنا أن نلتقي مع الدكتور بسام كباريتي، أخصائي جراحة الأعصاب الدقيقة وأحد المحاضرين في المؤتمر. أول شيء اسمح لي دكتور رحب فيك ببلدك سوريا. أهلا وسهلا فيك يا آنسة، والحقيقة أنا بيسعدني أني شارك بمؤتمر من هالنوع هاد، خصوصي أنه مقام ببلدي الحبيب سوريا. دكتور ممكن ناخد فكرة عن مشاركتك بالمؤتمر؟ الحقيقة أنا أحد أعضاء الوفد الفرنسي المشارك، باعتباري أقيم وأعمل في فرنسا من 15 سنة، ومن المعروف بكل أنحاء العالم أنه طب الأعصاب اتقدم كتير عنا بفرنسا وحقق إنجازات علمية هامة، ولهالسبب هاد كانت المشاركة الفرنسية غنية. أما بالنسبة إلي شخصيا فكان إلي فرصة تقديم محاضرة بالمؤتمر عن أحدث الطرق المتبعة بالعالم لمعالجة النزيف الدماغي والسكتة الدماغية واستئصال الأورام الضاغطة. طيب شو رأيك بالمؤتمر بشكل عام دكتور؟ بصراحة المؤتمر كان ناجح بجميع المقاييس، هذا طبعا بالإضافة لأنه هيأ فرصة كبيرة للالتقاء مع الأخصائيين السوريين، ومن شأن هذا الالتقاء تبادل الخبرات والأفكار والتجارب مع مختلف البروفيسورية والأطباء الأساتذة الأجانب. طيب دكتور قبل الوداع شو بتحب تقول للأخوة المشاهدين؟ بحب أقول للمشاهدين أني بعد ما لمست لمس اليد التقدم الطبي الحاصل بالبلد وازدهار سوريا الحديثة في جميع الميادين، قررت أني ضب شنتاية سفري وأرجع للوطن عن طيب خاطر حتى ساهم مع أخواني الأطباء المحليين بخدمة بلدي. وحاجتي بقى غربة وحنين ودموع وشكاية وأنين وشوق ببلاد الغربة. هذا شيء عظيم كتير دكتور. لا، لأنه البعض عم يقولوا عني أني ما عندي خير للوطن ومزاريبي لبرة، وعم يشنعوا علي التشنيعات ما أنزل الله بها من سلطان.
ولا يهمك دكتور، وأكيد حضرتك برجوعك هاد رح ترد على المغرضين رد مفحم، ومن جهة تانية لازم الوطن يستفيد من علمك وخبرتك، مثل ما بيقولوا جحا أولى بلحم توره. وانت الصادقة بلحم دكتوره. على كل حال شكرا لك يا آنسة، وشكرا للفضائية السورية، عقبال ما يصير عنا أكثر من 10 محطات ديجيتال متخصصة. يسلموا هديات. الله يسلمك. ايه بس عم ما قلت لي شو بدي اقول لك امري؟ هالكلام يلي قلته مبارح بمقابلتك بالتلفزيون يا ترى كان مزبوط ولا كنت عم تجرش حكي وتبيع وطنيات؟ هلا هيك انا بنظري، ليش من ايمتى كنت يا ميادة اجرش حكي وبيع وطنيات؟ يعني مزبوط. طبعا مزبوط، لانه انا فعلا قررت ارجع للوطن واستقر بالشام. هيك ها؟ هذا الكلام اللي بينسمع. حاجتك بقى غربة وشنطتها بفرنسا، وحاجتنا نحن أهرمة، كفاها الله. أوف، ليش بشو عم تتأهرموا بغيابي؟ عم أثر عليكم بشي؟ لا، بس بيضل وجودك بيناتنا غير شكل. شو هالحكي؟ هلا يلي جوزها عايش جنبها وجوات البلد، مثل يلي جوزها عايش بعيد عنها وبرات البلد، زينها بعقلك. معك حق. طيب شو رأيك؟ افتح عيادة ولا اشتغل بالمستشفيات؟ هيك وهيك، بتفتح عيادة كبيرة بنص البلد وبتتعاقد مع شي مستشفى ضخم. ليش قليل اسمك انت؟ يا ميادة اسمي معروف بفرنسا، بس هون بجوز بدي فت خبز حتى انشهر. ايه ما بدك شي ما شاء الله حولك، يعني بشهرين زمان بتنطبل فيك البلد طبل. يا بسام انت اختصاصك نادر، انا واثقة تمام انه دخلك هون ما رح يقل ابدا عن دخلك بفرنسا. معنات هالشي لازم اطلع شهر على باريس، انهي اموري وعلاقاتي وارجع. انت عيني، هذا الكلام المزبوط، وبهالفترة هي رح خلي امجد واحلام يدوروا لك على عيادة مناسبة. شو رأيك؟ ماشي الحال، تكلنا على الله. قلت لي ماما شو رأيك بصيغة الإعلان؟ بصراحة ما استوعبته منيح، عدلي يا مرة تانية لشوف. على عيني. بشرى سارة لمرضى الأعصاب في سوريا، يعلن الدكتور بسام كبريتي أنه قرر. لا ماما لا، ما عجبتني هالصيغة منوب، لازم نلاقي صيغة ملفتة للنظر أكثر من هيك. ماما معها حق، لأنه الإعلان كتير كلاسيكي، بعدين ما حلوة كلمة بشرى سارة، شو نحن بدنا نفتح سوبر ماركت؟ لكن اخترعي لنا حضرتك هيك شي صيغة بتكون مودرن، أحسن ما عم تتمالسي على أسلوبي. طيب شو رأيكم نكتب بالمانشيت العريض عودة الدكتور بسام، وتحت منكتب ترقبوا الافتتاح المنتظر؟ أشوف فيلم سينما هو يا حبيبي، قال ترقبوا الافتتاح المنتظر. ماما أنا برأيي نأجل الإعلان هلأ لحتى نعتمد على العيادة. ليش ماما؟ خلينا ننزل هلأ الإعلان مشان نكسب وقت. ماما إذا لقينا العيادة منحط عنوانها على الإعلان فرد مرة. طيب شو رأيكم ننزل أول إعلان بدون ما نحط عنوان العيادة، وبالإعلان الثاني مننزل العنوان؟ وليش هالدورة واللفة بقى؟ مشان يصير تشويق أحلام خانو. أصبح وينك، اكتب لقلك. يعلن الدكتور بسام كبريتي الأخصائي بمعالجة الأعصاب وعضو الهيئة الأوروبية كانت سفرتك يا ستي ممتازة كتير، وعينك تشوفهم هنيك قديش زعلوا لما بلغتهم قراري. عم قلك انقهروا من جوات قلبهم. لكن معلوم بدهم ينقهروا. لا، ودكتور بيير فرديناند
عمل المستحيل حتى يخليني ارجع عن قراري، بس ما قدر، وكل محاولاته باءت بالفشل، لدرجة انه عرض علي يزود لي راتبي بالمستشفى 70% ضربة واحدة، ورغم هالشي ما لقى استجابة مني. منيح والله يلي ما ارتخيت قدامه وقبلت بالعرض. هو بصراحة ميادة المغريات بفرنسا كتير كتير مثل ما بتعرفي، يعني عز ومركز وفلوس واحترام وفيلا مجانية، هذا كله ما عدا منصبي بالجامعة، لأنه منصبي لحاله بيحسدني عليه القاصي والداني، بس صدقيني كل هالشي بيهون قدام رجعتي للبلد وقعدتي بيناتكم. قدامنا نحن ولا قدام الماما؟ ولو يا أحلام، أنت وماما أغلى شي عندي بهالدنيا. إيه شو هالسان الحلو هذا يا بابا؟ يعني مع أني أنا دارس صحافة وشغلتي الحكي، عليم الله عليم الله ما بطلع نقطة ببحرك. إيه لكن حتى تعرف أنه مواهب أبوك متعددة. يا سيدي باصم لك بالعشرة. على فكرة بسام، الولاد لقوا لك عيادة حلوة كتير ومنتظرين موافقتك عليها. خلاص إذا عجبتكم بشتريها على غميضي. والأجهزة بابا؟ الأجهزة وصيت عليها وبعد 10 أيام توصل لهم. يا سيدي الله يقدم لك اللي فيه الخير والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. خف أعطيني ورقة خسة. الحقيقة يا دكتور، رجعتك لهون مكسب كبير للبلد، وأنا بحيي فيك شهامتك ووطنيتك. شكرا يا سيدي الله يخليك. يعني بتقبلوني بالنقابة؟ الله يسامحك يا دكتور. النقابة كلها تحت أمرك. جهزت الوراق يا ترى؟ لا والله. ليش شو الوراق المطلوبة أستاذ؟ ولا يهمك دكتور، أوراق عادية هلأ بكتب لك يا هنا، بس أهم شيء تعديل الشهادة. تعديل الشهادة؟ شلون يعني؟ إجراء روتيني كتير، يعني شهادتك اللي حاصل عليها من فرنسا لازم تتعدل بما يوازيها من الشهادات السورية. شو الحكي أستاذ؟ أنا حاصل على شهاداتي من فرنسا ومن أهم كليات الطب العالم، ومارست إدارة أضخم المشافي والمستوصفات بباريس وغرنوبل ومونبيليه، بقى شو بدي عدل العدل؟ دكتور بسام، قلت لك إجراء روتيني بسيط. بس أنا أستاذ. ولا يهمك، راجع التعليم العالي وجب لي تعديل الشهادة والنقابة تحت أمرك. يا سيدي، هي شهادة الطب من جامعة غرنوبل الأولى جوزيف فوريه، مصدقة من الخارجية والسفارة، وهي شهادة الاختصاص من جامعة باريس السادسة بييرو ماري كوري، وهي مولانا شهادة خبرة من معهد باستور بستراسبورغ من مشفى سالب دكيه يلي ماتت فيها الأميرة ديانا، وهي بطاقة عضوية بجمعية ميدسان سان فرونتيي، وهي بطاقة عضوية دائمة بالمؤتمر الطبي العالمي السنوي لطب الأعصاب الأصالي، وهي مولانا شهادة من وزارة التعليم الفرنسية تثبت أني كنت مدير مستوصف لوبيتال دو نيرفا بالوكالة، وهي شهادة تقدير وثناء من جامعة كلود برنار بليون ومنصوص فيها أني كنت عضو بالهيئة التدريسية، وأخيرا هي شهادة من مجلة ميدسان دو فامي تثبت أني حصلت على جائزة السنوية لعام 95 على ما أذكر. عظيم كتير، يعطيك العافية. الحقيقة عودتك للبلد مكسب كبير إلنا وللشعب العربي، ونحن منفتخر فيك ومنفتخر بهيك خبرات. شكرا كتير يا سيدي، والحقيقة تعذبت كتير لحتى جمعت هالوثائق والشهادات. جهد مشكور ما في شك، بس عدم المؤاخذة الأوراق ناقصين، بقى يا ريت تستكمل إياه وبكون ممنونك. ناقصين؟ شو ناقصين؟ شهادة البكالوريا. شو الحكي؟ هلا كل الشهادات اللي قدمت لك اياها ولسه بدك شهاده بكالوريا؟ لا تغلط دكتور، مو انا اللي بدي، النظام هيك بده. بعدين لا تنسى شهاده البكالوريا شهاده اساسيه مثلها مثل كل الشهادات اللي قدمت لنا اياها، لذلك لازم تكون موجوده مع الاوراق. بس انا لما بترجاك دكتور لا تحسس، هذا اجراء روتيني بسيط لا بيقدم ولا بيأخر، بس بنفس الوقت مهم جدا، يعني بصراحه ورائك ما رح تمشي بدون شهادة البكالوريا. أما هي قصة غريبة فعلا. لا، والمشكلة إنه البكالوريا تبعي ما لي أخذها من هون. لك من وين؟ من بيروت. إذا أخذها من بيروت بدك تعدلها من وزارة التربية. كمان الثانية بدها تعديل؟ لا تحسس دكتور، إجراء روتيني بسيط بيعملوا لك إياها بخمس دقايق وأنت واقف. أهلا وسهلا برجوعك لصدر الأم دكتور.
يعني بابا الشهادة كيف شكلها؟ شو بيعرفني؟ يعني معقولة اتذكر شكلها انت التاني؟ بسام، انت متأكد انها هون؟ ماني متأكد ولا شيء، بس وين ممكن دور غير هون؟ بابا، لا تكون بكرتين الكتب اللي عسقيفها. ليش في كرتين عسقيفة؟ ايه؟ لا لا، ما ضل شيء، كله شحته من زمان. الله يصلحك، يعني معقولة تشحدي الكتب بدون ما تشوفي شو في بقلبها؟ الكتب قديمة من زمان ستي، أنا متأكدة إنه ما لنا دحشين بقلبها شي مهم. بعدين يعني ما خاطر ببالي إنك تحتاج شهادة البكالوريا وإنت بهالسن هاد. هي هي، لقيتها بابا، لقيتها. هات أشوف. إيه ما بتنفع. هالصورة عنها. يعني شو؟ ما بيمشي الحال؟ لا ما بيمشي، لأن صورة غير مصدقة. أنا بدي يا أما الشهادة الأصلية يا أما صورة مصدقة عنها. هلأ أنت لما سجلت بكلية الطب بشو سجلت؟ بالأصلية ولا بالصورة عنها؟ لا على ما أذكر بالأصلية. إيه خلص، معناتها شهادتك لسه هنيك بباريس. إيه والله مزبوط. أحسن شيء ابعتهم فاكس مشان يبعتوا لي إياها. خلص خلص، ضبوا كل شيء ولا بقيتوا تدوروا على شيء، تقريبا مشي الحال. رح ابعت جيب نسخة عن البكالوريا من باريس. ايه دكتور قلي، وهي بشو بدي اعدل لك اياها؟ ببكالوريا سورية. بشو يعني؟ اسف كتير، هي ما بتتعدل غير بصف 11 مو بكالوريا. شو تفضلتوا اخي؟ سلامة عرفك دكتور، هي شهادة بكالوريا اولى لبنانية، وبلبنان في بكالوريا اولى وبكالوريا تانية، والبكالوريا الاولى بتعادل صف 11 عنا. ايه والمعنى؟ المعنى بدي شهادة البكالوريا التانية. بس انا ما معي بكالوريا التانية. لكن شلون درست الطب؟ سجلت بهي الشهادة اللي معك. وقبلوها منك بفرنسا؟ نعم سيدي قبلوها. العمى قديش في فوضى بفرنسا، يعني شلون مرقت عليهم هيك شغلة ما بعرف. ايه والله ما تصير عنا هي غلطة، لا تتكركب الدنيا فوقاني تحتاني. يا سيدي لا تدقق، ببلاد بابا بيصير شغلات اكثر من هيك. ايه صحيح، بالفعل فوضى كثير هنيك، سايبة الامور فتانة، مو مثل هون. السلام عليكم. يعني بالنتيجه شو قالوا لك؟ قال بدهم شهاده البكالوريا الثانيه. هلا دكتور انت ما درست البكالوريا الثانيه بلبنان؟ يا سيدي القصه وما فيها هي كالتالي بالتفصيل الممل. انا واهلي كنا عايشين بلبنان لانه ابي كان يشتغل بالمرفأ ببيروت، ومثل ما بتعرف بلبنان في شهاده بكالوريا اولى يلي هي الحادي عشر، وشهادة بكالوريا تانية يلي هي شهادة الثانوية العامة عنا. مزبوط؟ صحيح، معروف الشيء. هاها، ولسوء الحظ وبعد ما أخذت البكالوريا الأولى يلي هي الصف الحادي عشر، علقت الحرب بلبنان، وتخربطت الدراسة، وتسكرت المدارس، ودبت الفوضى، وصارت الناس تهرب حتى تنفط بجلدها من الحرب ومآسي الحرب. لساتك معي أستاذ ولا شردت؟ معك دكتور، معك. عظيم. أبي بهالحالة وباعتباره سوري رجع للشام هو وأهلي وأخواتي بنات، وأنا باعتباري وحيد وما عندي عسكرية سافرت أنا على فرنسا حتى أكمل دراستي. طيب ليش سافرت على فرنسا؟ ليش ما كملت دراستك بالشام؟ أخي هيك صار. أولا خالي عايش بفرنسا وبهالصورة في مين يعتني فيني ويقاويني. ثانيا أنا دارس بلبنان ومعظم دراستي بالفرنسي، يعني المناهج متقاربة. ما اختلفنا، كل هالحكي على عيني وراسي، بس السؤال كيف قبلوا لك شهادة البكالوريا الأولى ودخلوك على الجامعة بدون ما يكون في حوصتي لوصتي؟ أخي الله وكيلك، لا في حوصتي ولا في لوصتي. فرنسا هي فرنسا، مو حارة كل مين يدوله. طيب فهمني هلأ، شلون قبلوك بكلية الطب؟ يعني شلون مرقت عليهم الشهادة؟ شو هالكلام يا أستاذ الله يخليك؟ شو شايفني قدامك محتار ولا مزوي؟ لا 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 لا، ما في شيء من هذا يا أستاذ، أنت بلا شك إنسان محترم، بس شو بدنا نساوي؟ الاحتراس واجب. أخي لا تجنني الله يرضى عليك. احتراس من شو؟ عم أقول لك هاي شهاداتي بين إيديكم، وهي الوثائق وهي المستندات المصدقة أصولاً. صحيح، بس بيني وبينك عم بخامرني شك انه هنيك الاساتذه عم بينشحوا الطلاب بالمصاري والرشوه والبرطيل. هيك قولك عم يعملوا بفرنسا؟ طبعا،
وعم بيخامرني شك انه المواد لها تسعيره مثل تسعيره وزاره التموين عنا. شلون يعني استاذ؟ يعني اذا بدك تنجح بماده التشريح السريري بدك تدفع 1000 فرنك لاستاذ الماده حتى ينجحك، واذا بدك تنجح بالتنظير الضوئي بدك تدفع 1500 فرنك، وبالحقوق الدستوريه 1700 فرنك، وبالاقتصاد السياسي 2000 فرنك، وعلى هالمقياس قيس بكل الكليات. يعني بيني وبينك الشغله صارت مكشوفه، وكل ماده لها تسعيره مثل باكيت الدخان. شو هالحكي اللي عم تحكيه استاذ؟ منين جايب هالمعلومات حضرتك؟ مثل ما عم بقول لك، وعم بيخامرني شك انه اذا كانت المنفحصه طالبه يمكن استاذ الماده يطلب منا ان تحبه بالزور او تسايره حتى ينجحها. يا لطيف يا لطيف تلطف فينا، حوالينا ولا علينا، حوالينا ولا علينا، اللهم سترك يا رب. ايه وهلا شو المطلوب مني يعني؟ شلون بدنا نحل هالقصة ونخلص بها؟ اسمع استاذ بسام، ما في قدامك غير حل واحد. تفضل سمعنا اتحفنا بهالرأي. بدك تدبر بكالوريا سوريا باي شكل، علمي ادبي مو مشكلة، المهم بكالوريا. ما فهمت علي؟ شلون بدي دبرها؟ بصراحة عم بخامرني شك انك لازم تعيد البكالوريا. عيد البكالوريا بهالسن هاد؟ بهالمركز هاد؟ انت بدك يعني عيد البكالوريا؟ لك قدم بكالوريا حرة لحتى نوصل انا وياك للسيف سايد. ليكون عم تمزح معي استاذ. الله يسامحك يا استاذ، هلا وقت المزح. بقى اسمع مني وروح لحق التسجيل قبل ما يخلص. ولك يا بني آدم، أنا بباريس عم مارس الطب من كذا سنة، وعم أجري عمليات جراحية وعم نقلوها بالفضائيات لمختلف أنحاء العالم مباشرة على الهواء، وكل هالشي مشان تعميم أسلوبي، ومن هالعمليات فتح المخ بالليزر، جراحة الشرايين والأعصاب، واستقصار الأورام الحميدة والخبيثة، ووقف النزيف الدماغي، ومعالجة التهاب القشرة الدماغية والسحالة، وزرع نخاع بالعمود الفقري، ومعالجة الفتق اللبي والديسك والفالج. لك بتعرف أني قبل ما أجي لهم مباشرة عملت عملية مجهرية لعصب دقيق، وخيطت هالعصب بشعرة منتزعة من ظهر إيدي، وأخذت جائزة العام لأفضل عملية جراحية مجهرية بالعالم. ولك أنا بفرنسا صار إلي دكاترة تلامذة وأنصار ومريدين، وصرت صاحب طريقة باستقصار الأورام اسمها طريقة الدكتور كبريتي، وبعد هالشي عم تقلي عيد البكالوريا؟ عيد البكالوريا؟ الله العظيم الحق معك يطلع خلقك، بس نووي وعم بخامرني شك إنه ما في قدامك حل تاني، لأنه القانون لا يخرق والنظام يجب أن يطبق. وأنا عم يخامرني شك إنك إنسان متخلف على الحق، من عهد المستحاسات والديناصورات المنقرضة ما في شك، ولازم أفتح مخ مو بالليزر، ما بيلبق له، بالمنشار والمفك. معقول هالحكي يا بسام؟ أنت أكيد عم تمزح. لا والله ما عم بمزح، قال لازم عيد البكالوريا، يعني بعد ما شاب ودوه على الكتاب. شو هالحكي؟ طيب روح قابل الوزير. يا ستي قابلته. ايه وشو قال له؟ والله الزلمه كان لطيف كتير، وقال لي بصراحه انا لساتني جديد بالوزاره وما بعرف اذا كانت هيك قرارات ضمن صلاحياتي ولا لا، لانه ما في نص بالقانون اقدر اعتمد عليه بحالتك. اما قصه غريبه، يعني هلا الاجانب كتير جدبان حتى يسلموك ارواحهم؟ اصلا المريض شو رح يستفيد من بكالوريتك وهو ملقح تحت المشرط تبعك؟ ما بعرف يا ميادة، ما بعرف. يلي بعرفه وأنا بهالوضع شغلة واحدة وبس. وشو هي هالشغلة؟ لازم أرجع على فرنسا اليوم قبل بكرة. إيه لا حبيبي، لا ما حذرت بنوب. قال يرجع على فرنسا، قال إن إحنا ما صدقنا أنت اقتنعت ترجع للشام. طيب شو بدي ساوي لكان؟ غير مهنتي وافتح مكتب تعهدات وتجارة عامة؟ هلأ هيك رح تكون القفلة؟ بعد ما كنت ميادة حرم الدكتور بسام رح أصير حرم لك ميادة. لا تجنيني أنت التانية، شو بدي ساوي لكان؟ بسام بسيطة، روق دمك وهدي أعصابك وكل مشكلة إلى حل. طيب شو الحل برأيك؟ شوف يا بسام، الإنسان مهما قوي ما بيقدر يوقف بوش التيار ولا بيقدر يناطح أعصاب. إيه وشو المعنى؟ المعنى يعني إذا كان وجودك بالبلد مرهون بتقديم البكالوريا فشو عليه؟ قدمها. تعرف والله أنا لو كنت محلك غير أكسر عينهم وقدمها جكارة فيهم وما بسمح لهم يهججوني من البلد.
هلا هذا اللي طلع معك ست الحسن. بعدين لا تنسى انه معلومات البكالوريا لواحد بمثل ثقافتك رح تكون مثل شربة المي وما رح تتعذب بدراستها ابدا. هلا من كل عقلك عم تحكي انت؟ طبعا ما في غير هيك. مشان هيك روح بكره من الصبح على مديرية الامتحانات، سجل اسمك مع الاحرار واتكل على الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هالقصة، انه منين طلعت لنا هالشغلة ما بعرف. معليش بسام، امر الله وحكم. على كل حال روح من بكره وسجل حالك قبل ما يخلص الوقت. وليش لحتى اروح انا؟ قلتك بجوز تخجل قدام الناس. اصبح منبعت امجاد؟ لا يعني ضروري نحرجه لامجاد، بركي حدا من رفقاته شافه شو بده يقول عنه؟ عم يعيد البكالوريا بعد ما تخرج من الجامعة. بسيطة مو مشكلة. وين التليفون؟ بمين بدك تتصل؟ بدي اتصل بالبروفيسور المصري احمد زويل يلي حاز على جائزة نوبل بالعلوم السنة الماضية. ايه وشو بدك تقله؟ بدي اسأله يا ترى معه بكالوريا ولا ما معه؟ لمين هدول الوراق؟ هدول الوراق لبابا. بلا مسخرة الله يرضى عليك، ما انا فاضي للعلاقة مصدي. وقف منيح واحكي صحيح، يعني ابوك بده يقدم بكالوريا؟ ايه نعم. والله غريبة. عفوا وشو الغريب بالموضوع اخي؟ بعدين مو من حق اي مواطن انه يقدم بكالوريا؟ بلا بلا لك من حقه. بس وينه سيد الوالد؟ ليش ما اجى بذات نفسه؟ مرضان شوي. عفوا ممكن ولو في كترة غلبة اسألك ابوك شو بيشتغل؟ يا سيدي بابا بيشتغل جراح عصبية. يلا وهي جبت لك كل الكتب. يسلم وديات بابا. وجبت لك كمان نقاط ممكن تساعدك وتسهل عليك الدراسة. نقاط شو؟ أول شيء هي الكتب. هي حل مسائل تحليل رياضي. أيوة. وهي حل مسائل مثلثات. وهي هندسة تحليلية كمان حل مسائل. وهذا الرائد الجديد في اللغة العربية. وهي أسئلة السنوات السابقة مع حلولها. عظيم كتير. بس والله كتار هالكتب. شايف لك البكالوريا صايرة صعبة مو هيك؟ إيه لكن بابا هي بكالوريا وبدها هز كتاف. يعني أنت لازم تبلش دراسة من هلأ وما تضيع أبدا وقت. أنت ادعوا لي بابا وإن شاء الله كل شيء بيهون. إن مجموع المحاور المتوسطية على الخط الشاقولي تساوي ضعف امتداد النصف الخارجي للقطعة المراد قياسها ضرب 3، ولقد أكد ذلك إقليدس في نظرياته. والله كأني عم بقرا بسنسكريتي. شو هاد يا تساوي ضعف امتداد النصف الخارجي للقطعة المراد قياسها ضرب 3. يعطيك العافية. الله عافيكي. هيك ها اقرا بصوت عالي ريته ما يبلغ الصوت. والله يا ميادة المنهاج صعب كتير ومهما قريت ما عم بفهم شي. ليش شو عم تقرا؟ عم بقرا هندسة بس النهفة انه الرياضيات كلها متغيرة وما كان على زماننا هيك شي منو. لك بزماننا كان في مثلا بالجبر تحليل ثلاثي الحدود، الإتمام إلى مربع كامل، المتطابقات ونظريات فيثاغورس وإقليدس. أما هلأ كل الرياضيات صايرة حديثة مختلفة تماما. لا وكله كوم والجبر كوم. قال شو البسط والمقام. شو يعني؟ يعني الصورة والمخرج بالكسر العادي. إنه كنت أحفظ إنه البسط يعني الصورة والمقام يعني المخرج ما في فايدة لا تتعبي إلا ما خربت. آخ فعلا العلم في الصغر كالنقش في الحجر. انه منين اجتني هالشغله ما بعرف. هادي اللي كان ناقصني والله. لك والله عم استحي قدام اولادي هيك لك يعني. بسيطه بسام، كبرها بتكبر صغرها بتصغر. انت مكبر الوهم على حالك. يلا لشوف حبيبي اشرب كاسه الليمون وروق دمك. مو مساله روق دمي، المساله انه مغناطيس مخي صاير ضعيف ما عم يعلق في شيء. لك بحفظ من هون بنسى من هنيك. اسمع حبيبي انا عندي راي. وشو هو؟ اذا حاسس حالك عم تتعذب وتتمرمر الافضل لك انك تستعين باساتذه خصوصيين. شو هالحكي؟ يعني معقول يكون دكتور مرموق وخريج فرنسا وحط اساتذه خصوصيين؟ شو بدهم يقولوا عني؟ يقولوا لا يشبعوا الناس، المهم النتيجه. هو بيني وبينك في شغلات ما عم بفهمها. لا والنكته مو بس بالعربي وبالرياضيات كمان.
بس وينك بدك تنتبه، العربي لحاله بيرسب، يعني إذا بتنضرب بمادتين وبتجيب فيهن ربع العلامة ما بيأثر، بتنجح، لكن إذا انضربت بالعربي بترسب. طيب ومنين بدي أجيب أساتذة؟ ولا يهمك، بجريدة الدليل موجود كل شيء. ليك وين الجريدة؟ رح دور لك على عناوين الأساتذة. ها؟ شري، هي عناوين أكثر من 20 أستاذ. هي عنوان أستاذ عربي. أنت لازمك أستاذ عربي ولا مو لازمك؟ القصائد والشرح شاطر فيهم، بس بالإعراب ضعيف شوي. خلاص، معناتها أول شيء رح جيب لك أستاذ العربي، وبعدين بدبر لك باقي الأساتذة. لنحكي معه. ألو، مرحبا. بالله هون بيت الأستاذ عصام بربوش؟ إيه نعم، مين عم يحكي؟ حضرتك يلي ناشر إعلان بجريدة الدليل؟ عظيم، نحن بحاجة لدروس تقوية باللغة العربية لطالب بكالوريا. إيه على عيني مدام، ويا ترى الطالب لحاله ولا معه طلاب تانيين؟ لا لحاله. طيب كم درس بالأسبوع بتكون؟ يعني شي 3 أو 4. ويا ترى الطالب راسب بكالوريا ولا أول مرة بيقدمها؟ لا أول مرة. بأنه مدرسة تعلم؟ الحقيقة هو ماله مسجل بالمدرسة، بده يقدمها حر مو نظامي. طيب قديش كانت علامته باللغة العربية بصف 11؟ ما بتذكر، بس عفوا انت شو بهمك بعلامة 11؟ لا لا ولا يهمك مدام، بس مشان كون فكرة عن مستوى الطالب، لأنه بصراحة إذا مستوى الطالب ضعيف فأنا بعتذر. أستاذ انت بس تشوف الطالب بتقدر تحدد مستواه من أول جلسة. ما في مانع. وين عنوان البيت؟ أهلين. تفضل. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. حضرتك الدكتور بسام كباليتي؟ أيوة. أنا عصام مدرس اللغة العربية. أنت؟ يعني حضرتك اللي حكينا معه بالتليفون؟ أنا هو، وجاي بناء على الموعد. يا أهلا وسهلا. أهلين دكتور. أهلين. تفضل. 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 يا أهلا وسهلا فيك. تفضل. شكرا لك. يا ميت مرحبا. كيف الصحة إن شاء الله تمام؟ والله الحمد لله. شكرا. تفضل. لا ولو. تفضل عودوا رقم لي. لا بسي مشان واجبك دكتور. يسلم واجبك ولو. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين ومرحبتين. شكرا. شو بتحب تشرب؟ معلش بلا ما في داعي. لا ما بصير. بابا أحلام. يرضى عليك قهوة وسط. إيه تكرم عينكم. الحقيقة أنا تفاجأت فيك شوي، يعني ظنيتك أكبر من هيك بالسن. مع أني صلي 4 سنين متخرج من الجامعة، بس يمكن شكلي بيوحي أني أصغر من هيك، هذا هو السبب دكتور. يا سيدي أهلا وسهلا فيك. إمتى بتحب نبدأ الدرس أستاذ؟ أنا جاهز دكتور، يا ريت نادي لي المحروس. بس أنا محروس. المحروس ابنك. ابني جوا، شو بدك منه؟ لا بس يا ريت نادي له مشان نبدأ بسرعة لأني مستعجل، عندي درس تاني بالأبو. يبدو أنك فهمان الموضوع غلط، الدرس مو لابني. عفوا، لبنتك لكن ما هيك؟ لا إلي أنا، أنا اللي بدي أقدم بكالوريا. إلك أنت؟ هلا أنا بدي أعطيك دروس إلك أنت؟ إيه وشو الغريب؟ لا عفوا دكتور، بس مو حضرتك الدكتور بسام كباريتي؟ طبعا أنا. ليش ما حكيت لك المدام عن وضعي؟ لا والله. وليش بدك تقدم بكالوريا دكتور؟ يا سيدي هي قصة طويلة، خلينا نبدأ الدرس أحسن ما وجع لك راسك. أستاذ. تفضل أستاذ. شكرا. تفضل بابا. شكرا حبيبتي سموديكي. مرسي حبيبتي. يا سيدي شو رأيك هلأ نبلش أول شيء بالإعراب مشان نراجع معلوماتك القديمة؟ ما في مانع، أصلاً أنا بدي تقوية بالإعراب. طيب إعرب لي هذه الجملة إذا سمحت، وللنسيم اعتلال في أصائلي. إعرب لي أول شيء لام للنسيم. لام التعليل. ما في تعليل هون دكتور، أصبح لام السببية. ما في شيء اسمه لام السببية. لكن اللام نافية للجنس. هديك لا وانت صادق. يخرب بيتها، لكن شو هاللام هاي؟ ح
حرف جر. والله كنت رح أقولها، بس قلت مو معقول يكون سؤالك سخيف لهالدرجة. طيب دكتور، أقرب لي النسيم. النسيم؟ سهلة، مجرور إليه. مجرور إليه؟ اسم مجرور باللام، مو مجرور إليه. أيوة، عفواً عفواً، هيك كان أنا قصدي أستاذ، لا تأخذني. طيب، اعتلال شو إعرابها؟ أغلب الظن خبر. خبر؟ خبر لشو؟ وانت السادق مبتدأ مؤخر مرفوع. شو هالحكي؟ هلأ هي مبتدأ؟ والله على زماننا كانت خبر، بس المناهج مغيرة على ما يبدو. طيب، إذا كانت اعتلال مبتدأ، وين الخبر؟ معلش أستاذ، ذكرني ببيت الشعر. وللنسيم اعتلال في أصائله. معناتها أصائله الخبر. دكتور، دكتور ركز معي، ركز معي، الله يوفقك، الله يخليك يا دكتور، مستعجل، عندي درس بالآبون. وين الخبر؟ يا سيدي فيها إن المسألة، الخبر مو موجود، معناها المسألة فيها نهفة من نهف سيبوي، ما في كلام. يا دكتور، لا فيها لا نهفة ولا شيء. جملة للنسيم في محل رفع خبر. أيوة، هلأ فهمت عليك. بس الحق بإيدي ما أعرفها، عم يصعبوا المناهج كتير يا أخي، الله يعين هالجيل ويحمل معه. دكتور، ممكن أحكي مع المدام كلمتين لو سمحت؟ خير أستاذ، في شي زعجك لا سمح الله؟ لا أبداً، كلمة ولا تغطاها. تكرم عينك، حاضر. ميادة، يا ميادة. خير بسام، بتريد شي؟ الأستاذ بده ياكي بكلمتين. مور أستاذ. أنا شو قلت لك يا ملام على التليفون؟ شو قلت لي؟ ما بتذكر. ما قلت لك إنه إذا مستوى الطالب ضعيف فأنا بعتذر؟ بلا. إيه أنا بعتذر. يعني مستوى سيء لهالدرجة؟ مو بس سيء يا مدام، مو بس سيء، تعبان كتير. لك مو تعبان، عدمان. عدم مؤاخذة دكتور، حضرتك ذكي يعني، وأنا كتير بيشرفني يكون أستاذك، بس الحقيقة بدك شغل كتير، كتير بدك شغل، وأنا ماني فاضي، عندي درس بالآبون. عن إذنكم أستاذ. نسي ساعته، هلأ بيتأخر على درسه بالآبون. شلون دراست جوزك ميادة؟ إن شاء الله ما عملتها بدش مثل ابني رغيد. لا الحمد لله ماشي حاله وشادد الهمة وعم يحفظ دروسه أول بأول. إيه الحمد لله. دخليك عم بيقولوا إنه عم تجيبوا له أساتذة خصوصي، صحيح هالحكي؟ إيه بس مو بكل المواد. هلأ معقولة جوزك يحتاج دروس خصوصي؟ إيه شو بتعمل البكالوريا قدام كل هالشهادات اللي أخذها؟ صحيح، بس دراسة الطب شي والبكالوريا شي تاني. بعدين بيني وبينك هو حاسس إنه المنهاج الجديد غريب عليه شوي، خصوصي بالعربي. علمك هو صار له سنين وأيام بفرنسا، يعني حقه ينسى العربي. هو شوفي لقلك، من جهة إنه المنهاج صعب، والله صعب كتير. ابني رغيد دايما بيقول نفس الحكي، بيقول لي يا ماما بس هالمنهاج هيك تقيل، يعني ما بعرف ليش كأنه عسير الهضم. لا عسير الهضم ولا شيء، اللي بيدرس وبيجتهد ما بيلاقي شيء صعب، بس هالجيل بده كل شيء على الجاهز وما بيحب يتعب بشيء. يا ميادة اسمعي مني وانتصحي، اليوم قبل بكرة لازم تقيمي الدش من البيت، وإذا قدرتي كمان تلغي التلفزيون لا تقصري، لأنه صدقوني يا جماعة ما في شيء بيلهي الطالب عن دراسته أكتر من التلفزيون. ومين قالك ما عم فكر أعمل هالشي بآخر الشهر؟ وإذا جوزك حب يجي ويدرس مع ابني رغيد يا ميت أهلا وسهلا، أنا ما عندي مانع، يعني البيت بيته. لا يدرس مع ابنك، هلأ بيتلهوا مع بعضهم، وخصوصا ابنك رغيد قبيله الدبع نعليقه. لك قصدي إذا صعب شي على جوزة، وخصوصي بالمثلثات ميادة، لأنه رغيد شاطر كتير كتير بالمثلثات. تصوري بينادولا بالمدرسة فيثاغورس لأنه كتير شاطر فيها. صدقيني ما في مسألة مثلثات بتصعب عليه، يخزي العين. لا شكرا، جوزي حافظ المثلثات مثل كرج المي. جيب 2 سين يساوي 2 جيب سين تجيب سين، جيب 2 سين يساوي تجيب شو؟ 2 جيب سين تجيب سين.
فإذا اخترنا إحدى المعادلتين أتت العبارة المفروضة على الشكل. مرحبا. أهلا وسهلا. هون فيلا دكتور بسام كباريتي؟ أي والله هون. أنا الأستاذ عاصم، أستاذ الرياضيات اللي حكيتوا معي. يا أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل 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 أستاذ. أكيد حضرتك الدكتور بسام. أي والله ها. تشرفنا بمعرفتك دكتور. الله يزيدك شرف. شو وينه المحروس؟ أنا المحروس، قصدي أنا طالب البكالوريا. نصل الدارة الكهربائية الموضحة ومؤلفة من وشيع عدات مواد حديدية ونضيف إليها مصباحا كهربائيا مناسبا نربطه. مرحبا بسام. أهلا وسهلا. عفوا مرحبا دكتور. أهلين وسهلين ومرحبتين. أمجد موجود؟ لك هلأ شو بدنا بأمجد؟ وينك أنت غاطت ومالك مبين؟ غلي قلبي عليك. ليش أنت سألت عني شي؟ لا بس حبيت أطمن على دراستك. الحمد لله ماشي حالة. وأنت شلون دراستك عمو؟ نشكر الله كمان ماشي حال. دخلك بدي أسألك، شلونك أنت بالفيزياء؟ فتحل، إذا لازمك شي قلي بس. طيب هلأ إذا قذفنا كرة للأعلى، قذف شاقولي يعني، شلون بدنا نحسب الارتفاع؟ أول شي بدنا السرعة الابتدائية. السرعة الابتدائية 6 متر بالثانية. هلأ صارت كتير بسيطة، بما أنه القذف شاقولي فالتسارع هو تسارع الجاذبية الأرضية، يعني 10. لحظة لسجل التسارع. لحظة، التسارع يساوي 10 والسرعة النهائية 0. السرعة النهائية 0 والسرعة الابتدائية معك بتعود معادلة الحركة بيطلع معك الارتفاع. يسلم ورغودة، خلينا نشوفك. ها بس المستغرب دكتور، شو حضرتك طبيب وما بتعرف المعلومات البسيطة؟ بعرفها عمو بعرفها، بس الواحد بينسى. دكتور جراح وبينسى، عذر أقبح من ذنب. بس كل شو ما ينسى له شي قطنة براشي مريض، الله يستر. ايه دكتور، أنا ما قلت لك حسب لي زمن عودة الكرة على الأرض. صحيح، لا تأخذني، نسيت أحسبه. دكتور هيك ما بيمشي الحال، الله يخليك. الوظيفة لازم تنحل، لأنه إذا هلأ ما حليت مسائل بكرة بالامتحان كيف بدك تحل؟ قل لي لشوف، شلون بدنا نحسب الزمن؟ ما بعرف شلون بدنا نحسبه. أنا اللي عم أسألك. هلا معادلة الحركة المتغيرة بانتظام شو؟ عين يساوي نص تي عين زين تربيع زائد والله نسيت، زائد سين ري زين. يا دكتور ايه مزبوط، هلا اتذكرت. عفوا عمو. شوف دكتور، معنى عين يعني الارتفاع 0 لانه الكره لساتها على الارض، والتسارع معناها 10، وسير ري يعني السرعه الابتدائيه معناها 6. بهالحاله بضل معنا مجهول واحد اللي هو الزمن. تفضل احسب لي يلا شوف. بيطلع الزمن نص ثانيه. مزبوط. سيك لك دكتور، هدول مثالين للدرس الجاي، وظيفة بتحلهم بس بشرط لحالك، ولا بقى تسأل رغيد ابن الجيران. ليش مين قال لك؟ العمى العمى ولاد الجيران، شوف السادين. وطوا صوت هالتلفزيون شوي، شو ما بتعرفوا انه ابوكم عنده بكالوريا؟ اسفين ماما. ماما وين بابا عم يدرس؟ بمكتبه. ايه اي مش علي انا. ايه لا عدي محلك بلا ما تلهي، اصلا هو بده شغلة يلتهي فيها. الو اهلين. ايه لحظة ماما، طنط ام عبادة. ايه طيب. الو اهلين ام عبادة، تمام ماشي الحال؟ استقبال مين؟ لا والله ما عاد حضرت استقبالات منه. شو ليش؟ مشان جوزي، بتعرفي السنة عنده بكالوريا وما بقدر اتركه لحاله. بعرف انه مو صغير
يعني بس لازم ضل جنبه مشان هيئ له جولة دراسة. ولا يهمك، بعد الفحص إن شاء الله بيرجع كل شيء لحاله. أهلين أم عبادة، سلمي على أموس في كتير السلامها. الله معك، مع السلامة. شو هاد يلي عم تقرأ؟ مجلة سيانس إيفي، قال العلماء عم يدرسوا إمكانية تجفيف النزيف الداخلي بالمخ بدون جراحة. هلأ شو دخل هالعلك المصدي بالبكالوريا؟ مشان الله بسام لا تتلهى عن دروسك وتخجلنا، مو حلوة قدام رفقاتي. لك رحميني بقى يا غياد، رحميني بصراحة، خايف انسى الطب واصفى لا من هون لا من هون. ولا يهمك، خود شراب لقلك، خود. شو حالي؟ شو شايفتيني مريض قدامي؟ سلامتك حبيبي، بس احسن ما تشرب قهوة وتقلق بالليل، حاكم بكرة الفحص ولازم تنام منيح. وليك قبل ما انسى، شوفي الو. مرحبا خالي ام رغيد. خالي، ممكن احكي مع رغيد بالله؟ مرحبا رغوده، انا الدكتور بسام. شلون تحضيرك؟ عظيم كثير. يا ترى في توقعات جديدة مشان بكرة؟ مسألة عن حركة قذيفة مدفع؟ مين قال لا؟ ايوه ولا يهمك، هلا براجعها. وينك؟ إذا جد معك شيء جديد خبرني بسرعة. أهلين وسهلين. الله معك رغودة، مع السلامة. لك حاجة تطويش راسك بالتوقعات، بتتشوش هيك؟ معك حق، بس عم يقول رغيد انه التوقعات جايبها من مصادر موثوقة بالوزارة. حاجتك بقى بسام، هذا كله حكي فاضي. الو، مرحبا عمو ابو عبادة. عمو، ممكن احكي مع عبادة بالله؟ انا رفيقه الدكتور بسام كبريتي. اي يلا معك. صاروا هالفصاعين رفقاتي، شايفة يا ميادة شو تبهدلت آخرة عمري؟ مرحبا عبودة، شلونك؟ عم يقولوا انه حركة قذيفة المدفع متوقعة. شو هالحكي؟ ما في شي منها؟ لكن شو المتوقع؟ ها؟ حركة النواس؟ أكيد؟ طيب هلا براجعها. اذا جد شي معك الله يرضى عليك اتصل فيني عمو. ايه اهلين، الله معك، مع السلامه. شفت شلون كل واحد بيتوقع شكل؟ بس عبادة عم يقول انه معلوماته من مصادر موثوقه جدا جدا من الوزاره. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع مني، قوم ريح حالك ونام على بكير احسن شي. ما بقدر نام قبل ما راجع حركه النواس، بركي اجتنا بكره، لانه بصراحه درست انا مو شيء انه ما درستها بس نسيتها. اتصلي لي باستاذ الفيزياء خليه يجي يراجع لي اياها. هلا بدنا نتصل بالاستاذ بنصاص الليالي؟ اصبح ما في غير اني روح لعند رغوده راجع انا وياه، ما تطوي. هلا بنصاص الليالي. معك حبيبتي، باي باي. اضرب عليه، ليش هيك تولدن هالولدنه ونخسها القدره؟ يلا يا شباب كل واحد بورده، ها اي حركه هيك او هيك او همسه فورا بسحب الورقه. خلونا رايقين الله يرضى عليكم. نعم جاني شيء من التوقعات. لا، وسؤال اللي بعرفه نسيت جوابه. هاي انت هون شو عم تبرمج؟ لا ابدا ما في شيء. لكن طلع ورقتك ولا سمعنا حسك اذا بتريد. حاضر، تأمر.
روح انت شوف النتيجة، ضروري تبعت أمجاد. يعني كتير حلو منظري وأنا عم دفش الطلاب؟ إن شاء الله تنجح بابا، الله لا يضيع لك تعب. آمين يا رب، يا ربي تتغطى فيني وتنجحني وتخليني مع أولادي ولا تحيجني لفرنسا. بس سام ليش هيك انخطف لونك؟ حبيبي هدي أعصابك، اقرأ لطيفية بسرك. بدك الصراحة؟ صار قلبي بين رجلي. ها هي اجا أمجاد. شو أمجاد طمنا؟ لك ما تحكي ولا؟ للأسف والله. شو للأسف يعني؟ يعني إنك رسبت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يهمك حبيبي، ولا يهمك تقبرني. والله عملت جهدي يا جماعة، ليش هيك صار معي؟ العمى، تبهدلت وبهدلت الدكاترة معي كمان. بسيطة أنت الثاني، لا تزعل ولا على بالك. مو أنت أول واحد بيرسب بالبكالوريا ولا آخر واحد. لا تزعل بابا، خلص إن شاء الله السنة الجاية بتقدمها وبتجيب علامات عالية. سنة جاية؟ ايه بابا السنة الجاية، وبركي إن شاء الله بتجمع علامات طب كمان. طيب ما عرفت بإيش انضربت؟ بالدياني. هالشي متوقعه، قلت لحالي إذا أخذت بهالمادة صفر مو مشكلة، بس شو المادة الثانية اللي انضربت فيها؟ بالتربية القومية الاشتراكية بابا. نزل المعلم. ها ولا يهمك، جاهز مثل العادي. يلا حبيبي. صباح الخير سيدنا. ليه ليش هيك دقنك طويلة يا ابو مروان؟ امبارح حلقناها سيدنا. بسيطة بسيطة. ابو مروان انا 100 مره صرت مفهمك انك انت عم تشتغل بموقع حساس جدا، وبتصور في اكثر من 10,000 سائق حكومي بيتمنوا يكونوا بموقعك. اكيد سيدنا اكيد، بس المشكله انك ما عم تستوعب اهميه الموقع يلي انت فيه. عفوا سيدنا ما فهمت عليكم، شو بتقصدوا؟ يعني باعتبارك سائق خاص لمسؤول كبير بالدوله، فلازم يكون مظهرك العام مناسب لعملك، ويفترض يكون مظهرك لائق وتيابك مكوية وصباطك عم يلمع ودقنك ناعمة. سيدنا إذا مشان الدقن خلاص خلاص، اليوم رح أمرق لك إياها، بس تاني مرة إذا بتجيني الصبح بهيك منظر لا تلوم إلا نفسك، مفهوم؟ حاضر سيدنا. حط لي شريط لنجوى كرم بالمسجلة لشوف. أنا واحد منهم سيدنا. آخر شريط، الألبوم الأخير، عاش أو ندمانة. عدم المؤاخذة سيدنا، الشريط أخده المحروس ابنك لما طلع معي بالسيارة مبارح. ولك يفضح حريمك شو مسيب؟ ليش عطيته يا؟ ما بتعرفني بحبه لهالشريط أنا؟ سيدي هو اللي طلبه. شفت شلون إنك مهمل؟ المفروض ما تتصرف من عندك أبداً. كم مرة بدي نبهك ها؟ لعما شو مخك سميك؟ يا سيدي أنا لما شفته. بعدين افرض إنه ابني استحل الشريط وأخده، ليش حضرتك ما رحت جبت بداله ها؟ على كل حال رح أمرق لك يا المرة، بس حط باعتبارك أنه أنا لما بيجي على بالي اسمع نجوى كرم بدي لاقي الشريط جاهز، فهمت ولا عيد وقفتي؟ عفوا سيدي عفوا، هلأ بيجيب شريط غيره. طيب طيب
حط لي شريط نور الشمس لباسكال مشعلاني، عجل قبل ما نوصل على الوزارة. يلا. حاضر سيدنا. الله وكيلك يا أم مروان، هلكني، دبحني دبح، كل يوم بسمعني نفس المحاضرة، نفس العي، نفس الملاحظات. لا، وأنا عم ببذل جهدي لحتى دلله وقوم بواجبه، وهو لا بيعجبه العجب ولا صيام برجب. يعني إذا ما وجه لي كل يوم 20 تنبيه و20 توبيخ ما بيهناله بال، وروح قلبه يبهدلني ويزلني كمان. يعني ما حلك تتعود عليه، هي بالحساب صار لك شوفير عنده 6 سنين. قلتك لازم ينحي جسمي ويبلد إحساسي، لأني أنا مو من البشر وما عندي مشاعر. بابا بجوز يكون معك حق، بس صدقني كل الناس بتحسدك لأنك السائق الخاص لمعين بيك. إيه مرحبا سائق خاص، تشرفنا والله. ليش شو عم بيجيني مفاش شغلي غير دبلان القلب ووجع الراس؟ بس أخ أخ شو بدي أقول الواحد؟ نسأل الله هديك الأيام لما كنت فيها شوفير عادي بالمرقاب، يعني على القليلة كنت مالي مضطر احلق دقني كل يوم وانزل فيها نجر وكأني عسكري، ولا كنت مضطر اسمع كل يوم 20 كلمة بجنابي واسكت، ولا لي مضطر انصلب بالسيارة طول النهار تحت الشموس حتى يخلص سيادته اجتماعات ومؤتمرات. ما اختلفنا، والله يعطيك ألف عافية. بس كمان يا أبو مروان لا تنكر إنه شغلتك فيها عز، يعني مفكرها قليلة لما بتطلع ورا دركسيون هالمرسيدس. بتفرق لك أبو مروان كتير، بتفرق. لا تقلي لا، وغير هيك بابا الناس صارت تحسبنا 100 حساب، يعني ما عاد حدا يسترجي يستوطي حيطنا ولا حدا يعمل معنا فصل ناقص. لك حتى دكانجية الحارة معاملتهم تغيرت معنا من يوم ما صرت الشوفير الخاص لمعين بيك. بس كل الحكي اللي عم تحكوه لا بيقدم ولا بيأخر، بالعكس عم بيسبب لي إحراج مع الناس. يعني كتير من الناس بيفكروني إنه ممكن مون على الأستاذ بشي طلب، بشي واسطة، بشي خدمة، باعتبار إني وشي بوشه دائما طول النهار، يعني بيحاولوا يقدموا شي طلب عن طريقي. إيشو فيها؟ إذا بتقدر تخدم هالناس ليش لحتى تقصر؟ بالعكس بتكسب ثواب. ليكو التاني على الحكي، ليش أنا بسترجي أطلب منه طلب؟ إيه عليم الله، عليه وش ناشف مثل القريص، والعقدة بوشه شبر، ونظرته بتقطع رزق، وبعمره ما داوى أصبعت مجروح. لا، وفوق كل هاد بيضل عم بيوجه لي ويحمل لي جميلة إنه أنا شوفيره، كأني عم بيدفع لي الراتب من جيبته. وكل يوم التالي بيقول لي: ولك يا أب مروان أنت بمركز حساس لازم تعمل كيت، ولك أب مروان أنت بمركز مهم لازم تعمل كات، ولك يا أب مروان انت عليك الاضواء مسلطه والمفروض تنتبه لكل تصرفاتك. ابو مروان الناس بيحكموا على المسؤولين الكبار من خلال عناصرهم. ابو مروان حافظ على سمعتك حتى ما تلحاني شي طرطوشه. ايه حاجه بقى، فلقني فلق، فزرني فزر من كتر الملاحظات. ويا ريت الراتب بكفي. كل ما قاله سيدنا الله يرضى عليك زيدنا الراتب، بيقول لي لا تفتح عليها الابواب بنوبه. مع العلم انه سهرة واحدة مع مطربة مو معروف قرعة ابوها منين بحط ادراكي بسنتين. اخ اخ لو بقدر استقيل اخ واخلص من هالعي كله. يو، وشو بدك تشتغل اذا طلعت تقاعد؟ ولك بشتغل اي شيء، شوفير مكرو، شوفير تاكسي، على طنبر مازوت، على حمار، على بطيخ مبسمر، اي شيء بشتغل. المهم اقضي هالكم يوم البقيانين من عمري بهلاوي. اخ لو بقدر اقدم استقالتي من خدمته، بس ما بقدر، متعربت فيه بإيديه ورجليه. أخ أمي يرضى عليكي، أمي هالطشط أمي. بس طول بالك تقبرني، صدقني ما بعد الضيق إلا الفرج. الله يصطفل فيك يا معين بيك، لا شك إنك نيئة عن الخليقة، لا شك. ليش مشغل المكيف؟ شوب سيدنا. بس أنا مو مشوب، في. حاضر سيدي. تاني مرة لا تتصرف وتجتهد من عندك. أنا لما بدي المكيف يشتغل بقول لك شغله. شغل المسجلة اللي شوف. حاضر سيدي.
ولك شو هالذوق يا ابو مروان؟ شو هاد؟ ما عندك ذوق انت منوب؟ خير سيدنا. يعني ما لقيت تحط غير هالشريط؟ سيدنا انتو طلبتوا تسمعوا مبارح. طلبت اسمعوا مبارح، ما طلبت اسمعوا اليوم؟ مالك شايفني معصب ولازمني شوية هدوء؟ سلامتك سيدنا، شو بتؤمنوا نعمل هلا؟ حط لي شي شريط هادي لحتى ريح اعصابي. حاضر، تسمعوا شي لفيروز سيدنا؟ قولك حدا يسمع فيروز بهالشوب؟ حط لي بين العصر والمغرب. بين العصر والمغرب مرقت سيارة سودا. سيارة سكودا؟ لمين هي سيدي؟ قولك عجل بقى، ضربك الطراش؟ رح نصل للمزرعة ونحن عم ناخذ ونعطي. أمرك سيدنا، وين بدي لاقيها هي؟ سيدي عدم المؤاخذة يعني، يا ريت تحطوا شعرتكم جيبتكم وقت بدكم ياها. حط لي هالغنية بلا علاقة، خلصني. طاج راسي من صوتك. ها ليش هيك ماشي على مهلك؟ استعجل لك شوي. سيدنا الله يخلينا اياك، انتم منبهين علي ما اطلع فوق الـ80 على طريق المزرعه. صحيح، بس لما تشوفني معصب ولازمني راحه نفسيه لازم لحالك تستعجل. يا اخي شو قصتك انت؟ كون ديناميكي، اتصرف من عندك. يعني مو ضروري كل شغله لقمك ياها بالمعلقه تلقيم. حاضر سيدنا، على قديش بتحبوا امشي؟ 120 130 مو مشكله، المهم بتزتني بالمزرعه وخلصني بقى. املي هالشريط من المسجل انسرع راسي. احترامي مطيع بيك. والله يا مولانا بصراحة الوضع خطير جدا. نعم يا سيدي، هو نحن عم نعمل جهدنا واستنفرنا كل أطباء وجراحين المستشفى. نعم؟ لا والله يا مولانا، في معه هلأ فريق طبي كامل بغرفة العمليات مع جراحين. طبعا 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 سيدي طبعا، من وافيكم بالتفصيلات أول بأول. نعم يا سيدي، الله معكم، مع السلامة. قالوا نعم. احترامي سيدنا، اهلا وسهلا ومرحبا. والله يا سيدي الوضع ما بسر ابدا، بالعكس يا سيدي. لا لا لا، امكانيه نقله هلا لبرا مو وارده منوب، لانه الوضع خطير جدا وما بتحمل. طبعا طبعا مولانا، خيره الاطباء هلا معه بغرفه العمليات، وهو كذلك يا سيدي. نعم يا سيدي، امرك امرك، مع السلامه. ألو نعم، مين معي بالله؟ تحياتي نورس بيك. أهلين مولانا. لا والله يا سيدي لسه ما طلع من غرفة عمليات. لا لا طبعا ما بدنا توصاية. سلامة معين بيك بتهم كل البلد. شو الأخبار؟ إن شاء الله خير. شو؟ الله معكم يا سيدي، مع السلامة. ماشي، طمني شو الأخبار؟ أخبار سيئة. شو الحكي؟ عفوا دكتور، ممكن سؤال؟ تفضل. كيف وضعه هلا؟ عم نعمل اقصى جهدنا، انت بتعرف صحة سيادته بتهمنا كلياتنا. عفوا انا ما عم بحكي عن سيادته. لكن عن مين عم تحكي؟ عن سائق سيادته. انت ابنه؟ ايه انا ابنه. الله يصلحه على هالعملة. ولك شو انت، جن ابوك ولا هستر؟
المفروض يكون أوعى من هيك وما يسوق بهالتهور والطيش. يعني إذا ما كان سائل عن روحه كان لازم يعرف إنه معه سياسي مهم بهالبلد. قل لي لشوف هلا مين بده يروح على المفاوضات؟ مهم هلا دكتور أبي كيف وضعه؟ العوض بسلامتك. مات؟ لا اطمنوا لسه سيادته بخير. كنا عم نحكي على الشوفور. قطعت لنا قلبنا يا دكتور. طمنا دكتور شو الاخبار؟ يا خساره. خساره البلد بمعين بيك ما بتتعوض. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمحوا لي يا جماعه باسمي واسم كل العاملين بالمشفى اني اقدم لكم التعازي الحاره بوفاه فقيدنا معين بيك. والله يقدرنا كلياتنا على تحمل هذه المصيبه. وانا لله وانا اليه لراجعون. سمعونا الفاتحة على روح الطاهرة إذا بتريدوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم تغمده برحمة من عندك لا تنتهي. آمين. واجعله بين حور العين والولدان المخلدين يتبختر ويزدي. آمين. وأطعمه يا رب من ثمرات جناتك ما يحب ويشتهي. آمين. ولا تدعه يا رب بالفاتنات من ملائكتك يلتهي. آمين. يا رب إن كان لا يخجل في الدنيا فاجعله في الآخرة يستحي. آمين. يا رب إن كان مرتشيا في دنياه فاغفر رشوته وجنبه العقاب. وإن كان فظا غليظ القلب فارحم غلظته يوم الحساب. آمين. يا رب إن كان من أموال الدولة يكنز ويقتني فإنه اليوم عائد إليك ربي كما خلقتني. وأستغفر الله لي ولكم. لا بكرة بنستلم الجثة من هون وبنطلع الضيعة دغري. انتوا جازوا حالكم هنيك. بس انتبهوا هالصندوق ما رح نفتحه. ايه جسم شوها. سلامتك الباقي. لا مو لازم نشي. الله معك.
اهلين سيادة المدير. اجوا استلموا جسد الشوفير؟ ايه اجوا من شوي. ماشي الحال. العمى شو خير؟ شو في؟ انت من انو براد عطيتهم الجثه تبع الشوفير؟ من البراد 17. وجثه معين بيك؟ من البراد 16. الله لا يعطيك عافيه على هالعمله فوق تعبك. ليش خير؟ شو في دكتور؟ ولك انت خربطت بين الجثتين. شو يعني؟ ما فهمت. يعني هالامم والعالم يلي طلعت بالجنازه برا ماشيه ورا جثه الشوفير. ومعين بيك؟ معين بيك بيكونوا هلا عم يدفنون بضيعه الشوفير. دخيلك سيادة المدير، دخيلك مشان الله استر علي، الله وكيلك إذا حدا دري بهالشغلة، الله وكيلك لا يصدر رقبتي قص، مشان الله إيدي بزن نارك. خلاص خلاص، ولا يهمك. يبدو إنه الله كاتب له لهالشوفير ينعز بموته، وكاتب لمعين بيك يموت هيك موتة. دخيلك يا ربي. دخيلك. دخيلك ما أعظم حكمتك. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات. اهلين اهلين نعيم، خير شو في؟ دخيلك دكتور، ابي صار معه بالليل نوبه ربو كثير قاسيه ولهلا ما كانت تهدى. يا الله يصلحك، اعطيني الدواء البخاخ بختين بحلقه بيرتاح. ما استفدنا شيء يا دكتور، الله وكيلك ما استفدنا شيء، صرنا نبخله بحلقه كل ساعه وما استفدنا شيء. بقى دخيلك عجل، ابي رح يختنق يا دكتور مشان الله. ماشي ماشي، دقيقه لبين ما غير اوعيه وجيب الشنطه. بسرعه دخيلك. تعرف دكتور، امبارح اجيت لعندك ثلاث مرات وما لقيتك، الله وكيلك ارتعبت، يعني لانه ما حدا بيعرف يوضع الوالد غيرك. الحق معك، وامبارح بالذات زلم ابو الغيث اخذوني لعندهم. ايوه، ليش؟ مين عنده المريض؟ ما في حدا. لكن ليش اخذوك؟ قال كلبه ناريمان بنت ابو الغيث عم تولد ولازم اكون جنبها مشان ما يصير معها اي مضاعفات. كلبه؟ يعني العفو منك دكتور، بس انت شو دخلك بالكلاب؟ طبعا ما دخلني، بس طبيبهم البيطري مسافر وما لقوا بشهم غيري، وبتعرف انت بقى ابو الغيث وجماعته ما عاد بيسترجي يقول لهم لا. قولتك. شرف دكتور شرف. تفضل. شلون وضعه دكتور؟ طمني دخيلك. طمني. الحقيقة يا نعيم الحالة ما بتطمن. شلون ما بتطمن دكتور؟ لا تخاف يا نعيم لا تخاف، أنا بقصد إنه ما بتطمن إذا بقي هون بسريره. يعني ما بعرف، يعني بده مشفى أو هيك شيء؟ أكيد بده مشفى وأكسجين وأطباء. بقى لا تلخي بدان، روح دور على سيارة بسرعة خلينا نكسب الوقت، بيكون أحسن. يلا يا رب. يلا ماما فرح تعي افطري. أه يلا هدي حبيبتي. لك يا أمي كلي لك كم لقمة تانيات، ما بيجوز تروحي على الفحص ومادتك فاضية. أمي أكلت والله أكلت. هلأ هذا بتسميه أكل هاد؟ هلأ بتجيك الأسئلة ما بتعرفي تجاوبي ولا على سؤال لأنه مادتك فاضية. ماما شو دخل هاد بهاد؟ يا بنتي اللي ما بيفطر الصبح ما بيقدر يركز. بعدين لا تنسي إنه هاي المادة اللي بدك تقدميها اليوم آخر مادة إلك هالسنة، يعني إذا نجحتي بتتخرجي من الجامعة وبترتاحي، وإذا ما نجحتي بدك تعيدي السنة من أولها. ماما بعرف والله بعرف، ضروري تذكريني كل مرة. حبيبتي أخدتي هويتك وبطاقة الجامعة؟ أي ماما أخدتهم. أنا قلت له لابن عمك أحمد يجي لهون وتروحوا سوا على الشام، هو عنده فحص مقابلة مع اللجنة مشان السفرة على السعودية. بس إن شاء الله ما يتأخر لأنه أنا فحصي ببلش الساعة 11. وابن عمك كمان فحص المقابلة تبعه الساعة 11، ما بقى إلا يجي. إلا روح جيب كتبي لكان. يلا تقبريني. يلا. صباح الخير مرت عمي. أهلين أحمد، صباح الخيرات. جاهزة فرح هذا لسه؟ جاهزة. أنا دعيلنا مرت عمي دعيلنا. روح الله يوفقكم ويحميكم ويفرحني فيكم أنتوا الاثنين. تسلمي تسلمي. شو بدنا نروح على الشام؟ بالمكرو، حجزت محلي مع أبو حاتم. يلا مشان طيب. ما نتأخر. خاطرك مرت عمي. مع السلامة مع السلامة.
الله يوفقكم ويحميكم ويبعد عنكم الظلام والحكام يا رب. مهندس منير، مهندس منير. صباح الخير يا مهندس. صباح الخيرات والليرات. شو طمني، شو صار معنا؟ والله ما صار معنا شيء يا معتز. معقول الحكي؟ لأيمتى بده تضل الضيعة بلا كهرباء؟ أنا شو طالع بإيدي ساوي يعني؟ إذا أنت مهندس الكهرباء ما بيطلع بإيدك تساوي شيء، مين بيطلع بإيده لكان؟ على فكرة مختار عين الصاحب صار مخبرك 3 مرات. أكيد بده يسألني عن الكهرباء. طيب فهمني مهندس منير، شو هو العطل؟ يعني دائما تنقطع عنا الكهرباء وحضرتك بتصلحها، بقى ليش معصلجي معك هالمرة؟ مو قصة معصلجي، بس المولدة الرئيسية عندكم بالضيعة خربانة وما بيطلع بإيدي صلحها لأنه ناقصة قطعة. إيه وشو المشكلة؟ ليش ما عم تجيب القطعة؟ صدقني صرت نازل على مستودع الوزارة بالشام أكتر من 3 مرات ولهلأ ما كنت لاقيها. إيه وبعدين؟ شو العمل يعني؟ بدنا نضل بلا كهرباء طول عمرنا؟ يا الله وكيلك عم نتفتل بهالليل مثل الأشباح. على كل حال أنا نازل هلأ عالشام من شان هالموضوع وإن شاء الله تتدبر معي هالقطعة. إن شاء الله، لأنه فعلا طلعت إيدها سيد منير. لا والألعم من هيك إنه الأولاد عندهم امتحانات وعم يدرسوا عالشموع، المي ما عادت وصلت على البيوت بسبب المولدة الخربانة. يا سيدي الله يقدم اللي فيه الخير. آمين. السلام عليكم. مع السلامة مهونة. سلامتك سلامتك يا ابن عين، ما على قلبك شر. عجل شوي ابو حاتم، الله يخليك، الوالد كتير تعبان. تكرم عينك على عيني وراسي، ان شاء الله الله بيعافي لك هالوالد بأقرب وقت. حاتم ليش ما رحت دغري؟ ليش رحت من هذا المفرق؟ لا ولو رحت على طول كان أقرب لك. لا وغير هيك هذا الطريق كله محفر. بعرف يا شباب والله بعرف، بس بصراحة أنا ما بدي أمره من قدام قصر أبو الغيث، لأني كل ما مرقت من هنيك بيخلقوا لي مشكلة. مرة ليش زمرت المعلم نايم، ومرة كنت دعست القطة تبع عم الغيث، ومرة لبقت أمره من هون عنا طيوف تقال، ونهار عم يغسلوا سياراته، ونهار لا تعكر مزاجنا عم نشرب متة. الله وكيلكم خيلوني خيل. بتصدقوا انه المرة قطعوا الطريق 6 شهور بعد ما مات والده لأبو الغيث؟ صحيح بتذكر هذا الشيء. لا ونصبوا شادر بنص الطريق مشان يستقبلوا المعزين وعطلوا مصالح البشر وكأنه البشر قدامهم دبان. صحيح ابو حاتم بدي اسألك سؤال. تفضل. صحيح هذا ابو عبده بياع الحليب قال من يومين اكل قتلي حشكو لبن من زلم ابو الغيث لانه بطل يشتري حليب من مزرعته وصار يشتري من مزرعه تانية. ابو زاهد، يا ابو زاهد شوفا ليش عم طايق؟ وين ابو زاهد؟ مو هون ابو زاهد. شو بدك؟ شو ممكن يكون بدي؟ بدي اعبي ما صوت. خلاص عيرنا سكوتا. وليش عم تعيط علي؟ عم بسألك أبو زاهد وينه؟ حبيبي أبو زاهد ما عاد صار في هون بهالمحطة، هاي المحطة صارت لمعلمي أبو الغيث، خلاص. وحاتم مشان الله عجل شوي. عندي الساعة 11 مقابلة مع بعثة اختيار موظفين سعودية. وأنا كمان عندي فحص الساعة 11.
أصبح بما أنكم مستعجلين أنا رح أخذكم من طريق ظهر الجبل. بس هذا صعب كتير يا أبو حاتم. هو صحيح صعب بس أعصر بكتيرها وبيكون فاضي بهالوقت. بقى شو قلتوا؟ يا أخي خلاص إذا كان هيك اتكل على الله ونعمل اتكال. ها؟ قديش صارت الساعة؟ صارت الساعة 8:30. لا تخافي أنسة فرح، إن شاء الله بتلحقي الامتحان بموعده. هو أكيد رح نلحق، بس اللي أكله همه المادة اللي بدي أقدمها اليوم، لأنه هاي آخر مادة عندي بالجامعة، بدي لحق أروح بكير مشان راجعها شوي. لا يكن لك فكرة آنسة، بإذن الله الساعة 10 تمام بتكوني على باب الجامعة. وأنت كمان عندك فحص أستاذ أحمد؟ شو بنعم يا أبو حاتي؟ أنا متخرج من 4 سنين. شو عم تشتغل لكان؟ ما عم بشتغل شيء، مع إني صرت مقدم على 20 مسابقة. بس بإذن واحد أحد اليوم رح تزبط معي الشغلة، لأنه نجحت بالفحص الكتابي مو باقي علي إلا الفحص الشفاهي. وأنت ليش مستعجل سيد منير؟ بصراحة أنا مو مشان أهل الضيعة. المي والكهرباء صار لها مقطوعة أكثر من 3 أيام، ولازم صلح لهم المولدة. أبو حاتم، عجل لك شوي كمان مشان الله، الوالد كل ما أنه عم يتعب. أخي، مشان الله افتح لنا الشباك، خلي شمها ونقي، الله يوفقك. على راسي. ملاحظين شيء غريب يا جماعة؟ شو هو؟ صرنا ماشيين نص ساعة، ما في ولا سيارة مرقت من صوبنا. أيوة، شو يعني؟ يعني أكيد في شيء على الطريق. مقطوع يعني؟ لا ما بظن، لو كان مقطوع كانوا كتبوا لافتة بأول الطريق. ليش مين سائل؟ يا حبيبي سكور الديب وهي القضيب. هاي ابو الغيث وزلمه. وهدول شو جابوا لهون هلا؟ شو بنا حدا بيسال الشيطان ليش انت هون؟ لك شبههم كأنهم ماشيين على بير. ليش ما بتتجاوزن عمو أبو حاتم؟ لك شو عم تحكي انت يا بنتي؟ شو اتجاوزوا؟ يعني بدك ياني قايس عن روحي وعن سيارتي؟ ليش شو رح يعمل لك؟ قال شو رح يعمل لي؟ ليش ما دريتي شو صار لعبد الرزاق الحسون بضيعة نابل حية؟ لا والله ما بعرف شو صار. يا ستي من مدة شهر كان عبد الرزاق عم يسوق سيارة شحن صغيرة ومدري شلون الله غضب عليه وتجاوز موكب أبو الغيث. قاموا لحقوه ونزلوه من السيارة وشحتوه لنص الطريق ونزلوا فيه حشك ولبك وين بيوجعك وصاروا يرفسوه ويربطوه وحرقوه للسيارة والحمولة تبعه وزتوه قدام باب المخفر وقالوا له فوت فوت اشتكي. يا لطيف معقول؟ لعنا شو هالعالم هاي؟ ما في بقلب رحمة؟ طيب يعني ليش هيك ساوي فيه؟ شو بيعرفني؟ قال يا فرعون مين فرعناك؟ قال له ما في حدا يردني. Thank you.
وهيوقفوا مرة ثانية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعدين يا جماعة، لإمتى بدنا نضل ناطرين؟ والله ما بعرف، الله يعدي هالنهار على خير. يا جماعة، يلي بده ينزل ويروح لحاله يروح، أنا مالي مستعد أقرب أكتر من هيك منوب، يعني بعيد عن الشر وغني له. إيه بس كل الحق عليك. وليش بقى سيد نعيم؟ أنت يلي جبتنا عن طريق الجبل، قلنا لك روح دغري، حضرتك ما رضي. بس أنا أخذت رأيكم وكلكم وافقتوا، بعدين شو بيعرفني إنه رح يطلعوا لي هدول يلي ما بيتسموا؟ أهلين أبو عناد، شلونك؟ لا 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 تلغي المناقصة يا سيدي، إذا بيدفع لي 25 مليون بدبر له إياها. شلون؟ بالعملة المحلية؟ من زمان ما تعاملنا بهالعملة. ها؟ مو مشكلة، المهم يشاور عاله ويدبر لي إياها. يلا مع السلامة. هالعملة المحلية شو عم بيع خيار لحنا؟ كأنه هالمنطقة فيها عصافير تين. نعم سيدي، هالمنطقة كلها عصافير. يلا يا صباح، هاتوا العدة لنجرب حظنا، حاكم صلي زمان ما طلعت على الصيد. يا جماعة، أنا رح ضيع أهم فرصة بحياتي، رح ينخرب بيتي من ورا هالتأخير. شو بدي أقول أنا لكان؟ إذا اليوم ما قدمت المقدرة رح أرسب وعيد السنة أنا. طيب يا جماعة، خلونا نرجع وناخد الطريق القديم. والله إذا رجعنا رح ناخد وقت أكبر. ها طيب، وآخرتها يعني؟ بيظهر ما رح أقدر صلح لمولدي اليوم كمان. لك يا جماعة، لك يا جماعة، من شان الله أبي رح يختنق، وآخرتها. دخيلك تصرف عمو أبو حاتم. على عيني، تكرمي آنسة، رح أتصرف يا كريم. وقف وقف وقف، لك وين طاحش ولا؟ زكاتك يا حباب، بدي مر. اي مر فوقك بلدوزر ويمشي عرابتك. شو مفكر الشغله فلتانه؟ مالك طاسس المعلم؟ امبلا طاسه، بس معي الركاب مضطرين يصلوا للشام بسرعه. دخيلك يا اخ، انا عندي فحص مقابله ضروري. وانا عندي فحص باخر ماده، واذا ما قدمت رح ارسب بالجامعه. يا اخي، وانا ابي مريض شوفت عينك ومعه ربه، واذا ما عجلنا الله وكيلك بجوز اختنق بقى مشان الله. وانا كمان لازم استلم قطعه المولده من الشام، لانه الضيعه صفياني بلا كهرباء من 3 ايام. لك يخرب بيتكم، شو بتحبوا تنقوا وتشتكوا؟ طلع انت وياه بالميكرو، طلع رجع لي شوف. لك عم اقول لك رجع، شو ضربك الطراش؟ شو عم بعمل لك انا؟ هي عم برجع. باين عليك وقح وما راح تمشي بالذوق. خذ لك عم. تعرف وين راح تجي الطاقة الثانية؟ نلع من وشي لشوف، تحرك. لا حول ولا قوة إلا بالله، هلأ وقته هلأ. شو قوصت يا فتحة؟ دولاب هذا الشوفير الوقح. قصدته؟ أنا تلميذك سيدي. حلو،
انت بتصيد دواليب وانا بصيد عصافير، معناتها انت بتشوي الدواليب وبتاكلها وانا بشوي العصافير وباكلها. خلاص انا راحت علي الماده ولازم اعيد السنه، وانا كمان راحت علي وظيفه سعوديه صار لي مستنيه 4 سنين، والمولده ما راح تصلح اليوم، يعني الضيعه راح تبقى بلا مي وكهرباء لليوم الرابع. مات. بقي بحياتك البقية بحياتك. فريدة يلا عيني يلا، لسه ما خلصتي؟ يلا 5 دقايق بس. شو 5 دقايق؟ صار لك ساعة وانت بتقلي لي 5 دقايق. لا تقولي لا خلصت، طول بالك. خفي ايدك شوي الله يرضى عليكي. يعني شو هالسهرة اللي راح تبدأ الساعة 10؟ شو بتنق؟ الله يرحم جوزي الأولاني فوزي، كان يستناني ساعتين ولا اسمع له حس. هلا كل شغلي فوزي فوزي. شو أنت ما عندك سيرة إلا سيرة المرحوم فوزي؟ آسفة نعيم، مو بقصدي، بس أنت الحق عليك، أنت اضطريتني أحكي هالكلام لأنك أنت استفزيتني. إيه ماشي الحال، امشي هلا خلصيني امشي. شو رأيك ويا الموسيقى فريدة؟ حلوة كتير. الله يرحمه فوزي كان يموت فيها وكان يحب يسمعها كل يوم قبل ما ينام. فوزي كان يحب هالموسيقى أكثر ما بتتصور، كان مجنن. صحة صحة نعيم، اشرب. صحة. على قلبك إن شاء الله. كيف هلأ صرت أحسن؟ لا أحسن، جردقت. كملي أكلك. ما بعرف، حاسة حالي رح أشبع. لسه ما أكلت شيء. ما بعرف، انت مكتر اكل مو هيك؟ لا ابدا عادي. يعني ليش كل هالمقبلات؟ كان بكفي 4-5 صحون، ضروري هالبحتره؟ يا ستي مو مشكله، انا قلت له للجرسون جيب لنا شويه صحون مقبلات، قام انبحت ونكت كل شيء بالمطبخ على الطاوله. لك بلاقوها فرصه لحتى ينزلوا اشكال والوان على الفاتوره. الله يرحمك يا فوزي، شو كنت حريص بهيك شغلات. فوزي كان حريص الله يرحمه بالمطاعم؟ طبعا، كان ينادي للجرسون ويقول له بتنزل حمص ومتبل وسلطه وكبه نيه، ما بدي اكثر من هيك مقبلات، واذا شاف صحن زياده على الطاوله بيرجع له يا دغري وبيخصمه من الفاتوره. متفكر بخلها سمح الله؟ لا ولو، ايه معقول؟ بس هو هيك كان قد حاله وطبعه حامي وما بيحب حدا يغدره بقرش. بتعرف مره شو عمل؟ لا والله ما بعرف شو عمل. مره تعشينا بمطعم غالي كتير، يمكن وقتها بمناسبه زواجنا. المهم طلعت الفاتورة 2500 مع إنه كنا لحالنا. إيه وشو عمل؟ أكيد ما دفع. يا سيدي نادى لرئيس القراصنة وطلع فيه هيك من روس مناخيره وقال له بتجيب لي فاتورة نظامية بكل شيء وعليها ختم المحل. عينك تشوف قديش تكركبوا وتلبكوا ما عاد عرفوا شو بدهم يعملوا. وجابوا الفاتورة؟ إجت أنقص بألف ليرة. فظيع الفوزي، الله يرحمك يرحمك شو كنت حربوه. الله يسامحك يا نعيم، هي ضروري هيك كل ما قعدنا مع بعضنا تذكرني بالمرحوم فوزي. ولا يهمك، الحق علي. معلش ما صار شيء. ما بدك تضيفنا شيء نشربه؟ على عيني وراسي. شو بتحبي تشربي، قهوه ولا شاي؟ مو فارقه. فوزي قصدي المرحوم فوزي شو كان يشرب بعد الاكل؟ فريدة يا فريدة،
وين هي؟ مرحبا فريدة. أهلين نعيم. احذري شو جبت لك معي. مجلة المرأة؟ لا ما حذرتي. ملاقة الشعر اللي وصيتك عليهم؟ لا كمان ما حذرتي، الشغلة أهم من هيك بكتير. عن جد؟ شو جايب معك؟ جبت لك قطعة قماء. قطعة قماش تهريب. أما شو قطعة بتمزع العقل. تعالي لك، تعالي لك، تعالي ورجيك إياها. ورجيني. يا الله ما أحلاها. هي إلي؟ إلك أنا إلي. الله يسلم هالإيدين. إيه بس شو المناسبة؟ يعني ضروري يكون في مناسبة حتى أتذكر مرتي بهدية صغيرة. فعلا فاجأتني. بتعرف نعيم؟ أنا يوم عن يوم عم بكتشف إنك مزوق ورومانسي وحنون. ولو يا فريدة، أنت بتستاهلي أكتر من هيك بكتير. إيه لكان كم فريدة عندي أنا؟ خلاص روحي خلاص، شو في داعي للبكي؟ واجبي هذا، روحي واجبي، واجبي اعتني فيكي ودللك. قال مو مشان هيك عم ببكي. نعم مشان شو لك؟ عم ببكي لأنك ذكرتني بالمرحوم فوزي. هلا هلا كان يحب هذا اللون. نفس اللون؟ كان ما يخلي مناسبة إلا ويجيب لي قطع فيها هذا اللون بالذات. كمان كان يقول لي يا فريدة أنت أي قطعة أواعي بتحلى لما أنت بتلبسيها. كان يقول لي أنت مكانك مو بهالبيت، أنت لازم تكوني عارضة أزياء مثل كلوديا شيفر أو نعومي كامب أو ممثلة مثل كيم باسنجر. معتبرين أن عددا من مكاتب الاقتراع نقل نتائج مغلوطة، وتشير النتائج بعد فرز 73% من الصناديق إلى تصدر المرشح المحافظ أرنولد إيلمان بحصوله على 48.85% من الأصوات مقابل 48.64%. ما بتمل من الأخبار؟ حطنا على المحطة الثانية. ما في شيء بالمحطة الثانية، حاطين مسرحية بايخة. إيه ماشي حالها، بتضل أحلى من الأخبار. معلش فريدة، أنا ماري خلق على هيك مسرحيات. وقال شو بسموها مسرحيات كوميدية. الله وكيلك يا فريدة، بس يقولوا مسرحية كوميدية نفسي بتنقبض وبدني بكش ومعدتي بتمغصني وبيتخربط كياني كله، وبس يقولوا مسلسل جاد بضحك وبصهصل. ايه والله بصخصخ من الضحك. لك فريدة ليش هيك عم ينجو؟ ليش هيك؟ الله يرحمك يا فوزي، كان مثلك هيك ما بيحب المسرحيات. لا هيك كان بالله. مرة طلعت براسي وضليت نقفق راسه ليل نهار لياخدني يحضرني مسرحية. ايه واخدك؟ على مضض، مدري منين وقتها دبر بطاقتين دعوة لمسرحية كوميدية. المهم رحتوا. المسكين قعد لك بهالصالة ومكشر وكأنه قاعد بعزة، وهالناس حواليه عم تضحك وتتصهصل، وهو ما في غير مكشر وبارن بوزه وعقدته شبرين، ويميل علي ويقول لي ليش الناس عم تضحك؟ ما في شي بيضحك. وشو قلتي له؟ صرت قل له لك خلص فوزي، اضحك مثلك مثل كل هالناس، بعدين إذا حلق جارك بلدقناك. وبلدقنه؟ تعدمه، قام من نص المسرحية وسحبني من إيدي وركيد على البيت، وصارت لك يومي تخناقة وخناقة. الله وكيلك وصلت أصواتنا لآخر الحارة. الله يرحمك يا فوزي، شو كنت نزق وحمش. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا فوزي. إلهي يجعل مسواك الجنة ويحشرك حشر بين عباده الصالحين يا حق. سمعينا الفاتحة على روحه. عم قلك هلكتني يا أمي. إيه والله هلكت. لا أمي مو قصة ما بتحبني، بالعكس فريدة بتحبني كتير ومو مقصرة معي بشي أبدا. إيه مثل ما عم قلك، المخلوقة أكابر كتير وصاحبة واجه. بعدين هذا مسواقك أمي. إيه مسواقك أنت يلي خطبتي لي إياها، وأنت يلي كنتي دائما تحليها بعيني. يعني ما بتتذكري شو كنتي تقليلي عنها أنت؟ كنتي تقليلي وإذا كانت أرملة يا ابني إيه لا تنسى أنها صغيرة وبتبل القلب. ولما كنت قلك ما بدي أعلك لقمة على غيري كان ينطفت بدنك أمي، كان ينطفت تماما. وكنتي تقليلي
يعني ضروري إذا جوزة توفت تروح عليها المسكينة تقبر عظامي يا حق على هالجمال يلي عندها، أحلى من صور الممثلات. الله الوكيل، هذا صوتك أمي؟ أنت هيك أنت تقليلي. بقى شيت أني مستغني عنها يا أمي؟ والله مالي مستغني منوب، إذا كان لأنه تفتيرتها عندي بهالبيت تنعش الفؤاد. إيه؟ لا أمي، ما بحكي نائد ومنقوط. لا بس اللي مضايقني منها ذكر جوزها الأولاني. إيه طبعاً، لأنه ما عم ينشال من تمها ليل مع نهار، وأحياناً عم يسبب لي العصبي كمان. صحيح صغيرة يا أمي وجرح صغير بيطيب أوام، بس إمتى رح يصير هالشي؟ إمتى؟ رح تطلع روحي أنا التاني، ورح إلحق المرحوم فوزي ويصير اسمي المرحوم نعيم. شو بعد الشهر الله يخلينا ياك يا أمي، قسماً بالله العظيم اتجرت، اتجرت تماماً. لا وأنا التاني عم بستوعبها وما عم خجلها. وشو عم أقول لحالي؟ عم أقول لحالي يا ولد الإخلاص حلو، حلو الإخلاص. يعني بكرة إذا توفيت أنت التاني يعني حلو تخلص لك، مو تنساك مثل يلي ماتت لقطة. الله يخليكي، ماشي الحال أمي. على كل حال يعني الله يقدم لي فيه الخير. مرحبا فوزي. عفوا، مرحبا نعيم. اهلين فريزة. عفوا، اهلين فريدة. مين هي فريزة؟ لا لا ولا يهمك، عكت لسان. وليش عم تسمع فريد الأطرش؟ هيك خطر على بالي. بعلمي ما بتحبه. ايه صحيح، بس قلت لحالي ليش الفرحوم موزي المرحوم فوزي كان يحبه؟ اكيد في شيء بصوته لهالمطرب، واكيد المرحوم كان عنده حس مرهف وعالي. وانا حاليا اشتريت كل البومات فريد الاطرش الغنائيه حتى اكتشف مفاصل الجمال بصوته ويلي كان الفرحوم موزي. عم عكمة المرحوم فوزي اشطر مني واكتشفها. عدي لقلك، عدي شوي حتى نسمع فريد ونتذكر المرحوم. ليش وقفت؟ دقيقة حزن إجلالاً لذكراه. غيره بتريد شي أستاذ؟ لا أبداً سلامتك. وشلون بتريد الحمص؟ حمص بلحمة ولا سادة على وشه زيت؟ لا لا هاد ولا هاد، يا ريت تعجنون لي الحمص بالزيت والكمون. على عين حاضر. ليش معجون بالكمون؟ مو الفرحون موزي الفرحون المرحوم فوزي كان يكبه بحمون يحبه بكمون؟ مبلا. وأنا بدي أعمل مثله، لأنه فعلا هالزلمة كان يعرف طعم التم منيح. إيه إيه فريدة لا تستغربي، والإنسان يعني لازم يخلص لذكريات صغيرة للمرحيم. بقى شلون إذا كان المرحوم شريكه؟ شريك مين؟ شريكي السابق فيكي. إيه الله يرحمك يا فوزي ويحسن إليك. مرحبا فريدة. أهلين نعيم، ليش تأخرت كل هالقد؟ شو هاد اللي جايبه بإيدك؟ مفاجأة. شو هي؟ حزري. لتكون جايب الصورة اللي عجبتني بالمعرض للؤي كيالي. لا مو للؤي كيالي، لناظم الجعفري. ولا ناظم الجعفري، لكن صورة الطوفان لخزيمة علواني. لا ستي كمان ما حزرتي. طب استنى استنى، لا تقلي يا سيدي انت اشتريت صورة الفوتوغرافية لدمشق القديمة تبع قطيبة شهابي. هلا رح تعدي لي رسامين البلد كلياتهم؟ طيب عجزت، لمين؟ يا ستي هالصورة للفرحوم موزي. الفرحوم؟ المرحوم فوزي. المهم مرقت على المصور يلي كان يتصور عنده جوزك المرحوم، وقلت له يكبر لي صورة تكون واضحة له وفاء منا لذكراه. شو رح تعمل؟ بدي أعلقها محل صورتي. محل صورتك؟ ليش صورتي؟
انا عالطالعه والنازله بتشوفيني وشخصي كمان. اما هو المسكين ما بتشوفيه منو صارت عظامه مكاحل تحت البلاطه، ساكن جوا القبر ساكن. والله ما اكون محله بستوحش انا. روح عنا يا تعال شوفي لي اياها. قعد بالنص مايل؟ لا مو مايل، نزيل. ماشي الحال. شوفي فريدة، ما بدي احلف يمين بس هالصورة هي ما بتنشال من صدر الصالون. حلو الوفاء للمراحيم، حلو. لا تقولي شوفي ما احلاها. لك شوفي فريدة، يا فريدة. نعم. طولتي ما بدك تنامي؟ يلا يلا جاي. فرشيت اسناني ودقرت باب الزقاق. شو جاب هي البيجامة لهون؟ أنا طالعتها. ليش بقى؟ لأنه هاي بيجامة الفرحون موزي المرحوم فوزي مو بيجامتي. بقى قلت لحالي أحسن مالك ضاببتيها بالخزانة وما بعرف ليش هو. قلت لحالي يا ولد طالعها وحطها قدامك حتى نتذكر المرحوم فوزي أنا وياكي وندعي له ونطلب الرحمة لروحه. هلا شو بدك أنت بهالقصص المعدة؟ فكري مشان هلا المرحوم مات وشبع موت، لشو بقى هالحركات اللي ما لها طعمة؟ فعلا إنك إنسان غريب وأنا ما عاد أقدر أسكت على فصولك من هلا ورايح. فريدة، 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 شو رح تعملي؟ ما دخلك. الله يصلحك، ليش قمتي صورة؟ طبعا بدي قيمة. شو شغل هالمجانين هاد؟ فظاعة لهالقصة. إذا فقت على بكرة بلاقي صورة فوزي بوشي، إذا فتحت المسجلة بيطلع لي شريط فريد الأطرش عم بيستناني، إذا قعدنا على الغدا بلاقي صورة فوزي الصغيرة مدحوشة بيناتنا على الطاولة. إيش هالعيشة هي؟ قسما بالله أمطني قلبي، هيك نقضي عمرنا؟ ما بتعرف إنه الحي أبقى من الميت؟ بعرف والله بعرف، بس أنا فكري بلا فكري بلا مكري. طيب يعني والله مو حلوة، هلا هيك الإخلاص للزوج؟ حاجة إخلاص وأريدة إخلاص، يعني ضروري أدفن حالي مع المرحوم مشان الإخلاص؟ بعدين أنا صار لي 9 أشهر مخلصة وآخرتها طلعت إيد المسألة. يعني ما بعرف، هيك فكرك؟ طبعا هيك فكري. إيه بس هذا المرحوم فوزي، وفوزي جوزك مو جوزي. بلا جوزي بلا موزي، يحرم علي بعد اليوم إذا بقيت تسمع اسمه على لساني بهالبيت. إيه بس هيك. طب أنا شو بدي أعمل إذا الله أخده؟ ضروري ضحي بسعادتي كمان؟ طيب نحن هلأ عنا مشكلة حقيقية، شو بدنا نساوي بهالبيجامة؟ حطها على جنب، بكرة بفصلها مماسح غبرة. طيب، مو أنت اللي قلتي؟ ها؟ نعيم؟ نعم. شف لي إياها، مايلة شي؟ أعوذ بالله، زابطة 100%، هلأ أنت عيني. هي عيني. اختصر الحكي، النسوان كارثة حقيقية. بقى أنا شو بدي بقصة هالجواز؟ بعدين لو كنت متجوز كنت لقيتني قاعد عند فؤاد هون وكل يوم. معك حق أخي فوزي، فعلا الجواز هو وقلته، وأنا معك بكل حرف قلته. مو مسألة هو وقلته، بالعكس صدقني لو كنا متجوزين كانت هبطت علينا هموم الدنيا وانقلبت حياتنا فؤادي تحتاني. تصوروني مشان اسعد قلب بنت فرتوكة روح طرى أجوازي، إيشو مجنون أنا لأعملها؟ أحمار؟ أعوذ بالله، محلاك وعملها؟ ما بعملها، حدا بجيب الدب لكرمه؟ أخي شفيق، أنا الدب برأيي له جماعته، بيلعبوه، بيدللوه، بيطالعوه على ظهرهم، بينزلوه، ينمحوا، ينضربوا هن وياه. أما أنا فبحياتي ما في مكان لا للدباب ولا للسعدين. برافو عليك، هذا هو الكلام اللي بينسمع، لأنه كيدهن عظيم، ما في كلام. لا، وخاصة إني أنا كنت متجوز ومجرب. الله يصلحك، يعني ضروري تجرب أنت الثاني. يا أخي خليك بعيد، خليك عصفور طيار، قطاف ورد شمام هوا، يعني شم ولا تذوق، ما بدك هالدوقان منوب. أخي أنا جملة شم ولا تذوق بتعجبني كتير، لأنه بمجرد ما تذوق رح تستدوي وهون المصيبة، ما بتلاقي حالك إلا وقعت بالفخ وعم تصرخ بالولي والأخ. يا جماعة أنا بعد جوازتي الفاشلة صرت دقق كتير،
وامي ما في غير بتنق علي وبتقلي تعال حتى نجوزك، وانا ما في خواص بنوب. قلت لها امي لما قالوا له للجمل تعال حتى نجوزك ضحك وانشرمت، شفته بقى انا ماني ولد صغير لحتى يطير عقلي بسيره الجواز. الله يرضى عليكي لا بقى تفتحي لي هذا الموضوع نهائيا. النسوان متعبين وانا ما بدي احط راسي بين الروس واقول يا اقطع الروس، ما بدي. صحيح من حقك تتوسوس يا فوزي، لانه ظن العاقل احسن من يقين الجاهل. صحيح بدي اسالك، انت بزمانك كنت بدك تاسس نادي للمطلقين، شو صار فيه؟ يلي صار انه جمعنا الفلوس من الاعضاء واشترينا الارض، بس طم غم الدولة بالاتفاق مع الجمعية النسائية والتنسيق مع قاضي الأحوال الشخصية حجموا عنا الموافقة. مين؟ المسؤولين؟ لا، النسوان. يا أخي شو بده يحكي الواحد؟ كيدهن عظيم ما في كلام. وليش حجبوا الموافقة؟ شو أنتوا عم تأسسوا حزب؟ قال نحن عم نأسس حزب للمطلقين، وهالعمل هاد يعتبر عمل تخريبي بحق المرأة، وبيخافوا إنه يزداد عدد كارهي الزواج. يزداد شو بده بهالشغلة؟ أما سمعه. بس بتعرف أخي فوزي، أنا كل اللي بعرفه عنك إنك تجوزت وطلقت. ما طلقت؟ بلا طلقت، بس شو سبب الطلاق ما بعرف، ما عندي أي فكرة. لا تحرجوا شفيق، لا تحرجوا، مرته طلقته. لا لا أبدا، ما في أحرج المسألة. يعني رح تحكينا قصة؟ إذا حابين تسمعوها بحكيها. وليش لحتى ما نسمع بنسمع؟ هذا يا سادة يا كرام، بليلة ما في ضوء قمر تجوزت وحدة. صحيح بنت عيلة وبنت ناس، بس في عندها غيرة شديدة ويباسة رأس. لا وفوق كل هاد نخشة كتير ودلوعة، وكلمتها عندي مسموعة، كنت دللها كتير ونفذ لها طلباتها، رغم كل هيك ما كان في فايدة. يخرب ديارهم، بياكلوا وبينكروا مثل القطاط. معلوم أخي معلوم، كيدهن عظيم يا لطيف. مزبوط، باخدها مشوار ما بيمشي الحال. بلا شو بدك لكان؟ بتقلي فهمك كفاية. بشتري لها فستان ما بيعجبها، شو طلباتك؟ بتتغمني وبتقلي فهمك كفاية. اشترينا لها ذهب كمان ما مشي الحال، لك شو بدك؟ فهمك كفاية. بدلنا لها البيت، غزلناها، بطخناها، وعلى كلمة فهمك كفاية فهمك كفاية. يلعن فهمي على بهمي إذا كنت تفهم عليا. يا لطيف، يا لطيف على النسوان شو مكيودات وملفلفات مثل استغفر الله، سامحنا يا رب. كمل أخي فوزي، كمل كمل بلا ما نغلط بالحكي. طبعاً كل هالكلام مقدمة ما له علاقة بموضوع ليش مرتي طلقتني. لا وشو؟ حضرتك قاضي وطلقتك مرتك، شلون لو كنت إنسان عادي؟ جنس يا لطيف تلطف. المهم يا أخوان، هذا أنا كنت قاضي بإحدى الضياع، وكانت تيجي لعندي قضايا أشكال وألوان. اسمعوا هالقصة من أولها. شبك صايبتك الجمدة وهمدان بفرد همدة؟ احكي لك كلمة مع هالقردة. نعم. وحدو. شبك داحش وشك بالقضبارة وشارد؟ فعلا معك حق، شارد انا. وبمين شارد من غير شر؟ في عندي هون دعوة تثبيت نسب معقدة شوي، في بنت اذا ثبت نسبها لابوها بترت ملايين، واذا ما ثبت فبتروح التركي لعم اخو ابوها، وخايف ما أطلع راس بهالقضية. إيه لا تخاف، أنت أبوها. نعم. هلأ أنا شو بدي بشغلك المكركب؟ عم أقلك حاكيني بهالسهرة، ناغشني ولا خلاص تجوزنا وراحت البهجة؟ لا ولو بتضلي أنت تاج راسي. تعرف أنا ملاحظت لك شغلي. شو هي بقى؟ صحيح أنت داحش وشك بالورق، بس أبصر فكرك وين عم يسبح. لك وين بده يسبح يعني؟ آخ على ما أفتح طاسة راسك وشوف شو عم يصير بتلفيف مخك. تفتحي طاسة راسي؟ بعدين أنا 100 مرة قلت لك لا تجيب شغلك على البيت، هذا بيت مو محكمة، ما لك قاعد ورا القوس أنت. لك هلأ فاهميني، شو اللي مضايقك؟ ما عم بفهم عليكي. ليش من إمتك كنت تفهم علي؟ لك هلأ أنت بدك شي، ناقصك شي، لازمك شي، عم بيجعك شي، فاهميني؟ لك شو آخرة قعدتنا بهالضيعة؟ داعي تخلقيها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. 100 مرة فهمتك، نقلي عالشام ما في، على الأقل بدنا 4-5 سنين تانيات، أو بدها واسطة، وواسطة ما عندي، شو عمل لك؟ بعدين هي جارتك لطيفة، روحي تسلي معها. ما بدي، مليت منها ومن قصصها الولادية. ليش؟
والله المخلوقة ناعمة كتير ولطيفة. والله أصلاً أخذت لك عقلك لطيفة، بيندق الباب بتركض لتفتح أركيد، وبتفوت الخانم وهي عم تتقصع وتتدلع وبإيدها صحن التبولة، وقال شو؟ سمعتك إنك بتحب التبولة فعملتها خصيصاً لعمو فوزي. لك خافي ربك يا لطيفة، خافي ربك يا مخلوقة. شفت شلون؟ شفت شلون الله قلطعك وذكرت اسمها؟ أصلاً لو ما عم تفكر فيها ليل نهار ما كنت ذكرت اسمها على لسانك. لك يا جميلة خافي ربك، لطيفة قد بناتي. قد بناتك؟ وأنا قد مين يا بعدي؟ قد حماتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، شو بتحبي النقار والنكد؟ روح قلبك نكش المقت من تحت أظافيرك. أنت ما بتستحي تحكي معي بهالطريقة؟ ما بتستحي تحكي بهاللهجة؟ أنت اللي لازم تستحي من البصبصة على وحدة قد بناتك. إي والله ما يدرى أبوها إنه جارن القاضي يا عمي. لك شو جنيتي أنت؟ يخرب بيتك، شو هالحكي اللي بهز البدن عند المساء؟ شفت شلون بتتضايق لما الواحد بيكشفك؟ شفت؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا جميلة لا تخلي فكرك المريض يتخيل شغلات ما لها أساس، حرام ما بيجوز. شو هذا يلي ما بيجوز؟ ما بيجوز تتفشش فيني على الطالعة والنازلة وتخترعي قصص وهمية وغيرة مصطنعة. وهمية؟ إيه طبعا، هذا كله لأنك ضايجة ومتضايقة من القعدة لحالك. فكرك أنا مالي حاسس فيكي حبيبتي، بالعكس يا ما حاطت حالي محلك ويا ما شفقان عليكي، بس شو بدنا نساوي حبيبتي، هذا شغلي وهيك وظيفتي وهيك قدرنا. يعني لساتك بتحبني؟ بسمعوا على هالحكي، لكن معقولة انساكي؟ على كل إن إذا حابة نتعشى أمي أمي روح على الكازينو، أنا ما عندي مانع، منشم شوية هوا منغير جو. صحيح. ولا وليش لا؟ يعني ما بتتعطل عن شغلك؟ لك يا ستي شغلي ملحوق عليه ولا يهمه. مساء الخير جارنا. أهلين لطيفة، أهلا وسهلا، فوتي. مساء الخير خالي. أهلين لطيفة، ليش عاملة لحالك سئلة؟ ولو، هذا واجبنا خالي. امبارح سمعت عم فوزي عم بيقول انه صلكم زمان ما ساويتوا كبه، فحبيت ساوي له شويه كبب من تحت دياتي، بس ان شاء الله يعجبوا. ولو ولو يا لطيفه، معقوله معقوله انت تساوي شيء ما يطلع طيب من تحت ايديكي؟ صدقيني لهلا الكريم كراميل طعمته تحت اسناني. شكرا عمو، بس انا على كل حال ما بطلع نقطه ببحر خالي جميله. هذا من ذوقك حبيبتي. هاتي هاتي عنك، اسلموا هاليدين. وإن شاء الله يعجبكم قالب الجاتو، وخاصة عم فوزي، لأنه هديك المرة قال لي جاتوكي معجن، بقى هالمرة نشفته تمام وحطيت له زبيب مثل ما بيحب، وضليتني قاعدة مقابل هالفرن وبإيدي الشوكة، ساعة غزة من هالطرف وساعة من هالطرف، وهيك لحتى اطمنت عليه. بعد هالجهد الجهيد يلي بذلتيه بدي أكله، بدي أكله حتى ولو كان محروق. فوزي وهلا رح قلك تصبح، قصدي تصبحوا على خير. لك لا شو تصبحوا على خير، فوتي فوتي حبيبتي، فوتي فوتي، ما بتروحي بتتعشي معنا. هو البابا رح يسهر مع المحافظ. عظيم عظيم جدا، معناتها ما حلوة تتعشي لحالك، تعشي معنا. فوزي شبكي جميلة لسه؟ فوزي فوزي حبيبي عاوزتك شوي. خير 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 شبه؟ ولك أنو خير؟ الله يقصف عمري، إن شاء الله لا أخلص منك ونفصولك. ليه شوفي؟ شلون شوفي؟ لك شايف هالفصعونة اللي لسه ما فقست عنا البيضة، شلون عم تغازلك وتتدلع بكل وقاحة؟ يخرب بيتها شو مدهرني. لا وشو وعملت لك كبة كمان كأنه أنا مالي وجود بهالبيت. لك طولي بالك طولي بالك، شبكي هيك مثل لو كانت أمها فوق راسها ومالها مرتحمة كانت عرفت شلون تربيها. روح روحك إلهي يا لطيفة وتلحقي بأمك على أهون سبب يا رب. لك بس بقى بس بقى يا لطيفة. عم تلفظ اسمها قدامي كمان. ولك 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 ولك. خير عمو؟ شبهها خالي. شيء أما هي القصة، يعني معقولة مرتك تغار من وحدة قد بناتها؟ لكن المسكينة كانت قليلة الثقة بنفسها، صحيح هي الثانية حلوة بس ما لها شعرة بهذا الشيء بنوب، ولو ما كنت أنا عم دلل أقول الحق علي أنا عم أهملها. إيه بس الدلال اللي أكلته مني غيره ما حدا أكله. يخرب ديارون، الكيد دابح الدبح من الوريد للوريد. المهم كل يلي سمعتوه مقدمة لحتى تعرفوا طباع هالمخلوقة النارية. فعلا هالمخلوقة مثل بارود هربوا، وهيك نوعية من النسوان خطرها بيقصر العمر. المهم مرة كنت بالمحكمة عم أقضي وأمضي،
وشغلي لفوق راسي، وكان يوم خميس، وكان بقيان لانتهاء الدوام نص ساعة. هل على غير العادة؟ ايه والله، لقيت حالي متنشط شوي، قلت براجع الحسابات. يا سيدي الله يعطيك العافية ويخليك ويديمك فوق رأسنا يا سيدي. طمني شلونك انت، شلون شغلك؟ والله يا ابي الحالة دائرة معي تمام، يعني يا بيجيني مريض باليوم يا مريضين، وغير هيك ما في، مع انه صار لي فاتح العيادة اكثر من 10 سنين. الرزق عند رب العالمين مكتوب ومحسوب. يعني لو ما حضرتك اشتريت لي هالعيادة كنت بدي ادفع أجارة وكانت حالتي بالويل، بس ربك رحيم، عم ناكل ونشرب ومستورة. بابا انت نظيف ولازم تضل نظيف طول عمرك، مهنة الطب مهنة إنسانية قبل كل شيء، ولا تنسى انك حالف قسم على شرف المهنة. صدقني يا ابني، انا ما بفتخر فيك اذا كنت طبيب غني، بفتخر فيك اذا كنت طبيب انسان. تربيتك يا ابي، والله تربيتك. بالعكس، أنا إذا كنت حابب صير غني فعذري الوحيد بهالطموح إني خليك تقعد بالبيت والتزم بمصروفك وحاجتك شغل بقى. يعني أنت والله ما قصرت معي منوب، ولازم أنا هلأ يعني ردلك جميلك. لا هلأ بلشت تخبص بالحكي. ألو. نعم. يا أهلين، مرتك نسرين، تفضل يحكي. أهلين نسرين. لا يلا يلا جاي، بس حبيت أمره على أبي وأطمن عليه. نعم. ولا يهمك، هلا بقول له. ماشي الحال، الله معك. عم تقول نسرين ليش ما بتجي بتتعشى عنا بالبيت أحسن ما تتعشى لحالك بالدكان؟ سبقتكم أكل سندويشة لبنة ومشي الحال. إن شاء الله صحة وهنا. ويا ترى بدك تمشي هلا ولا بدك تضل سهران؟ ما قلت لك شايف حالي متنشط، بركي بكمل حساباتي أحسن. ماشي إن شاء الله على طول. تصبح على خير. بدك شي بابا؟ سلامة عينك. يسلم لي عمرك. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. أنا برأيي وضعنا ما رح يزبط إلا إذا اجتك فيزا من الخليج. ما بدهم واحد بعمري، بدهم واحد أصغر مني. انا عم شو قصري النظر؟ شو انت موظف حكومه لحتى يحيلوك على التقاعد؟ شو بيعرفني؟ بس بكل طلباتهم عم يحددوا شرط العمر. طب يحطوك مدير مستشفى او مدير مستوصف، يعني يستفيدوا من خبرتك. يا ستي هون ما عملوها حتى يعملوها هنيك. بدك تتفرج على التلفزيون ولا بدك تنام؟ لا والله بدي اتسطح شوي، تعبان. طيب حبيبي سبقني وانا هلا لاحق. مين بده يجي لعنا هلا؟ ما بعرف، غريب. يعطيك العافية دكتور. خير؟ دخيل عينك، في عندي شخص مريض وبحاجة لإسعاف. خير، شو بو؟ ما بعرف، بس إصابته كتير خطيرة ولازم تروح معي بسرعة. بس أنا هلا. يستر عرضك يا دكتور لا تخيبني. طيب شو عم يصير له؟ شو وجعه؟ يا دكتور ما بعرف، بس المسكين ملأ أحلام من تمه ولا من كمه. وين البيت؟ بعيد من هون؟ لا مو كتير دكتور، يعني شغلت 10 دقايق بالسيارة. انت شو بتكن له؟ قرايبه دكتور، قرايبه. عجل دكتور استر على عرضك. معك سيارة؟ اي معي سيارة. اصبح سبقني عربير ما البس. حاضر دكتور، حاضر، كتر خيرك. خير شو في؟ حالة إسعاف طارئة. يا لطيف.
طولي لي الرسالة. وصلنا دكتور وصلنا. شو دكتور؟ طمني. شو طمني؟ أنا ما بقدر ساوي له شيء على الإطلاق. شلون يعني؟ يعني أنا ما بقدر ألمسه أو أقدم له أي مساعدة. أنا آسف يا دكتور. شو آسف ما آسف؟ الزلمة رح يموت بين إيدينا. دبره. شو دبره يا أخي؟ هذا الزلمة مصاب بطلق ناري بصدره وشغلة فيها مسؤولية يا دكتور. والعمل هلأ؟ العمل لازم نخبر الشرطة. شو شرطة ما شرطة دكتور؟ ما في داعي نخبر الشرطة. ليش أنتوا شو عاملين؟ نحنا؟ شو عاملين؟ مو عاملين شيء. مين يلي قواصه بصدره؟ يا دكتور يعني صارت معنا حادثة بسيطة بالصدفة، وإذا بدنا نخبر الشرطة بصير فيها سين وجيم، يعني بتعقد المسألة. هي مشكلتكم، أنا ما بقدر ساعدكم منوب، آسف. إن شاء الله دكتور فهمني، الزلمة رفيق ورح يموت بين إيدينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك حبيبي عم تفهم عربي أنت؟ هالشغلة فيها جرم، فيها جناية، شلون بدك ياني يفوت بالموضوع بدون ما أعرف شيء عن المسألة؟ بصير شريككم بعدين. يا دكتور يا دكتور الشغلة إنسانية، بعدين بهون عليك يموت بين إيديك وما تقدر تعمل له شيء. طيب أنا رح طالع له رصاصة من صدره، بس بمجرد ما أطلع من هون بدي أخبر الشرطة. تنسى انك حالف قسم على شرف المهنه. يعني انت والله ما قصرت معي النوم. ايه دكتور شو؟ طيب ماشي الحال. يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. وين طالع معي؟ دكتور مشان وصلك. لا لا تركني لحالي. طيب دكتور يعني مشان. لا تخاف لا تخاف، ما رح خبر الشرطة، بس أنا حابب أتمشى لحالي. ما كان لازم أخذ منه المصاري، ليش الله عمى على قلبي وأخذته؟ بس كان لازم أخذ هالمصاري لأنه مصروفي ما عم يكفيني، والوالد اللي يا دوب عم يطالع لقمة عيشه بحاجة إلي مثل ما أنا بحاجة إله، وربنا سبحانه وتعالى ما رح يحاسبني لأنه بيعرفني مضطر. سامي أنا بالمستشفى، أبوك تعبان شوي. خير نسرين شو في؟ مسكين وضعه حساس شوي. شو السبب؟ شو صار معه؟ سلامتك. أهلين بابا، منيح اني شفتك. خير بابا؟ شو صار معك؟
بعد ما تركتني ورحت هجموا علي اثنين زعران بدهم يسرقوني. لما حاولت قاومهم واتصل بالشرطة واحد منهم بإيده سكين ضربني بصدري. ساعتها اضطريت دافع عن نفسي سحبت المسدس اللي بالدرج اللي عمري ما استعملته قوصت عليه ما بعرف شو صار له. وعرفت مين هدول؟ لا بس واحد منهم شعره أحمر وعلى خده علام جرح قديم. ولا يهمك بابا ولا يهمك إلا ما يكشفوهم بالتحقيق لأنه أبي سامحني دخيلك سامحني يا أبي.